أصدقائي إن أنا أتكلم على حاجة اسمها pregnancy induced hypertension. وعايز أبتدي كلامي بسؤال. السؤال بيقول هو هل يا ترى يا هل ترى الحمل بيوطي ولا بيعلي الضغط؟ جنرالي بيوطي الضغط. برافو عليك. بمعنى مش عايزين فكرة يا نيشو نيشو مش عايزين في فكرة ان احنا عارفين ان فيه بريكلامسيا ومسخرة وكده ننسى ان الاصل في العيالة الحامل انها ايه؟ دايما تقول لك ايه؟ هبطت حسن انا هبطانة ودوني حاجة حادقة اصلا حامل صح؟ الاصل ان البلاسينتا دي لما تجيب لها بلاد سبلاي كويس تقوم هي تطلع استروجين استرايول اي 3. الاي 3 ده فازو دايليتور يعمل بريفرال فازو دايليتيشن ويوطي الضغط. انما امتى الحمل ده يعلي الضغط؟ في 5-10% فقط من السيدات. طيب السؤال سيدي، هما ال 5-10% دول اللي الضغط عندهم هيعلى فارقين ايه عن بقيه الستات اللي ربنا خلقهم في الدنيا؟ ما احنا قلنا ان بقيه الستات اللي ربنا خلقهم في الدنيا البلاسينتا بتطلع ايه؟ استرايول وبيعمل بريفرال فازو دايليتيشن. اكيد السر في البلاسينتا. اكيد السر فين؟ في البلاسينتا. ان ال 5-10% دول بيحصل لهم حاجه اسمها بلاسينتال اسكيميا. طيب البلاسينتال اسكيميا دي يا ترى بتحصل ليه وازاي؟ طب ما تيجي نشوف كده. يا محمود يا هشام تكييفات طافيه في القاعه كلها. ايه يا ترى السر في ان بيحصل بلاسينتال اسكيميا؟ طيب تعالوا بقى نشوف. احنا زي ما اتفقنا يا اولاد ان البلاسينتا عندها مادة اسمه هتدلعني ادلعك تطلع ميتينة طلع ميتينة. هتدلعني وتجيب لي بلاد سبلاي كويس بقيت ويل نارشت البلاسينتا. اقوم اعرف اطلع لك استرايول يعمل لك بريفرال فازو دايليتيشن ويغذي لك الدنيا كلها. عملت بلاسينتا الاسكيميا هطلع ميتين اللي جابتك ازاي؟ الاول ازاي نعمل بلاسينتا الاسكيميا؟ حضراتكم عارفين ان البلاد سبلاي بيزيد لليوترس اثناء البريجنسي. ازاي بيزيد؟ انه بيبتدي يحصل سولت ووتر ريتينشن في الجسم ويبتدي الار بي سيز فوليوم كمان يزيد فالبلاد فوليوم كله يزيد ويبتدي الكاردياك اوت بوت يزيد. بس خلي بالك الكلام ده ملوش قيمه الا لو عملت نيو فاسكولاريزيشن في البلاسينتا، الا لو عملت نيو بلاد فيسل في البلاسينتا. ايه المعنى؟ ايه المعنى؟ ان انا ازود عدد العربيات اللي بتروح المكان الفلاني والطريق ضيق بيساع عربيه واحده تعدي ملهاش معنى. لازم اعمل طرق جديده اوسع علشان ازود حركه المواصلات دي، صح ولا لا؟ سو لازم اعمل نيو فاسكولاريزيشن. طب النيو فاسكولاريزيشن ده معتمد على ايه يا اصدقائي؟ معتمد على مواد اسمها برو انجيوجينيك فاكتور. برو انجيوجينيك فاكتور. البرو انجيوجينيك فاكتورز دي زي الاندوديرمال درايفد جروس فاكتور والبليتلس درايفد جروس فاكتور والفاسكولار اندوثيليال جروس فاكتور، هي اللي بتعمل النيو بلاد فيسل اللي هتستوعب الزياده في البلاد سبلاي دي. في مواد بتضايقني اسمها انتي انجيوجينيك زي التيروزين لايك كايناز. طيب المفروض الست اللي تعمل فاسكولاريزيشن كويس يبقى مين اللي عالي اللي عندها؟ برو انجيوجينيك صح؟ ويبقى مين القليل اللي عندها؟ طب لو في واحده جينيتيكالي عندها العكس، يعني البرو انجيوجينيك واطيه والانتي انجيوجينيك ايه؟ عاليه، يبقى مش هتعرف تعمل النيو فاسكولاريزيشن صح؟ يوم يحصل ايه؟ برافو عليك، برافو عليك، يقوم يبتدي يحصل بلاسينتال اسكيميا. حلو كده؟ طيب خد دي، ودي عايزه فهم شويه ومش مكتوبه بقى بالتفصيل في الكتاب وكده، بس عايزين نفهم دلوقتي. لو انا قلت ان دي الكوريونيك فلاي كده ودي الماتيرنال بلاد فيسل كده، الماتيرنال بلاد فيسل لما بتتكون بتبقى ايه؟
بتبقى هاي ريزيستنس لو فلو فيسل، يعني يطلع دم سلسوب كده، دم صغير كده اهو، كويس. يبتدي البلاسينتا دي تبعت تروفوبلاست. يعمل ايه تروفوبلاست؟ ياكل في الوول بتاع البلاد فيسل ده، فالوول ده يبقى زي حته الخرقه القديمه كده، شايف؟ يبقى مبهور، يبقى مبهور، يبقى الوول بتاعها ضعيف بدل ما كان قوي متخين. يقوم تبقى لو ريزيستنس هاي فلو فيسل، فتجيب بلاد سبلاي تملى بقى الحته دي دم، تملى الحته دي ايه؟ دم. الكلام ده بيحصل كم مره؟ مرتين، مره في الفيرست تريمستر ومره في السكند ايه؟ طيب. طب المره في الفيرست تريمستر دي لو ما حصلتش يحصل ابورش، المره بتاعت الفيرست دي ما حصلتش يحصل ايه؟ طيب انما ابسنت سكند ويف مايجريشن، يعني ايه ابسنت سكند ويف مايجريشن؟ او ابسنت سكند ويف انفيجن، او يسموها ديسيدواليزيشن، كويس؟ الابسنت سكند ويف مايجريشن او ديسيدواليزيشن هو ده اللي بيعمل بلاسنتال ايه؟ اسكيميا. تاني دلوقتي انا عندي بلاد فيسل الوول بتاعها تخين، كويس؟ والوول بتاعها تخين وبيجيب بلاد سبلاي قليل، عايز ازود البلاد سبلاي اللي جاي، اقوم اعمل ايه؟ ابعت شويه تروفوبلاست ياكلوا في الوول. البعت ده بيحصل كم مره في الحمل؟ مرتين، مره في الفيرست تريمستر لو ما حصلتش يحصل انفاركشن للكولونيك فلاي ويحصل ابورشن. انما السكند ويف ما تموتش العيل بس تعمل بلاسينتا الايه؟ اسكيب. يعني عايزين نرسمها كده، بص السكند ويف هتعمل ايه؟ هتزود بقى بلاد سبلاي، احنا بقينا في السكند تريمستر وعندنا بلاسينتا وعندنا بيبي عايز مور بلاد سبلاي. طيب لو انا ما عملتهاش هتنيني كده، هتجيب بلاد سبلاي يا دكتور؟ اه بس اقل من اللي انا عايزه. هتجيب بلاد سبلاي بس اقل من اللي انا ايه؟ واضحه يا ولاد الفكره دي؟ ليه بقولها؟ بتسمعوها في الراوندات، يعني بتسمعوها في الايه؟ في الراوندات. يقول لك absent of decidualization. طيب مين الستات اللي مش هيحصل عندهم decidualization دول؟ دول برضو ناس جينيتيكالي كده، خلي بالك انا عمال اروح دايما على الجين. دول النظريتين الاقوى في ان انا اعمل بلاسنتال اسكيميا. طب هو ده معلش عشان اللي داخل متاخر واللي كان بيشرب سيجاره في البلكونه، هو انت ايه اللي جاب سيره البلاسنتال اسكيميا يا باشا؟ احنا مش جايين نشرح هايبر تنشن؟ ايوه، اللي جاب سيرتها ان انا قلت لك ان في 95% من الستات مش كده البلاسنتا بتطلع استراديول وتعمل بريفرال فازودايليتيشن، ودول مع الحمل ضغطهم بيبقى ايه؟ واطي. انما ال 5-10% اللي عندهم بلاسنتا الاسكيميا هم دول اللي البلاسنتا هتطلع مواد وتعمل بريجننسي انديوز هايبرتنشن. فانا بدرس الاول ليه حصلت البلاسنتا الاسكيميا عشان افهم ازاي حصل البريجننسي انديوز ايه؟ امشي يا طيب. مين يقول لي كمان ايه ممكن يعمل بلاسنتا الاسكيميا؟ هو مش لو انا عندي ماسكولر ديزيزز، طب ما تدولي امثله للماسكولر ديزيزز الكتاكيت. هايبرتنشن، برافو عليك. واحد يقول لك يا كابتن لطيف يعني الهايبرتنشن هيعمل هايبرتنشن؟ هنشوف. احنا لغايه دلوقتي الكرونيك هايبرتنشن عمل بلاسنتا الايه؟ اسكيميا. وخليها في كوزها لحد ما نعوزها، نسيبها شويه كده. ايه تاني؟ ايه غير الهايبرتنشن؟ ايه؟ الهارت ديزيز يعمل بلاسنتال كونجيشن، يعمل هايبوكسيا مش اسكيميا، وفي فرق بين الهايبوكسيا والاسكيميا. الدايابيتس بشرط ان يبقى لونج ستاندنج بري جستيشنال ايه؟ دايابيتس. طب ايه كمان؟ ايه؟ اوتو اميون، خدامك سيستميك لوبس انتي فوسفوليبيد انتي بودي، صح ولا لا؟ احنا لسه قايلين الانتي فوسفوليبيد مش كده؟ او اي ثرومبوفيليا. طب ايه كمان لسه؟ اثيروسكليروزس، برافو عليك، برافو بتاع تيزا. تيزا صعب شويه تبقى لسه عايزه تخوي حماده، يعني الفكره دي والحد بيبقى حسه في البيت يعني امشي. ها فاكرين امبارح هايبوثايرويدزم وفوليك اسيد ديفيشنسي؟ الله الله،
شغال. ايه رايكم في الانيميا؟ هي مش فاسكولار برضه بس معايا يعني مش كده. طيب كل دي امراض ممكن تعمل كده. طيب ايه رايكم لو عملنا اكتيفيشن للرينين انجيوتنسين سيستم؟ ودي بتعملوها ازاي يا انصاف؟ ها نعمل نقلل الرينال بلاد فلو. طب ده نعملوها ازاي يا انصاف؟ نعمل يوترس اوفر ديستندد فيضغط على الرينال فيسل فيعمل اكتيفيشن لمين؟ للرينين انجيوتنسين. فاكرين واحنا قلنا امبارح عملنا ايه عشان نشرح البلاسنتا فريبيا؟ فاكرين الاول قلنا ايه الافكار وبعدين قلنا ايه الريسك فاكتور؟ انا بعمل نفس الحركه بتاع امبارح اللي حضرتك بقول ازاي حصل البلاسنتال، ايه الافكار اللي تعمل بلاسنتال اسكيميا واللي هيعمل بلاسنتال اسكيميا هيعمل بريجننسي انديوس هايبرتنشن. قبل ما اقول ما هي الريسك فاكتور صح، طب ايه الايتيولوجي او الريسك فاكتور بقى؟ ما تيجي نقول شاف حبايبي اللي ما شافوش ولا سمعوا عن اول حصه بنقول ايه؟ بنقول لما بنيجي نتكلم على اي مرض يتتكيد بنتكلم على كم حاجه؟ 8. اول حاجه ديفينيسيون. النبي لقى لي ديفينيسيون لون ديفينيسيون يعني ايه بريجننسي انديوز هايبرتنشن؟ يعني ايه بريجننسي انديوز هايبرتنشن؟ طب ما تقول لي الاول يعني ايه هايبرتنشن؟ يعني ايه هايبرتنشن؟ برافو عليك يا ولاد. لا 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 اداء عالي جدا. يعني مرض الضغط بلاد بريشر اكتر من او يساوي ها يا ولاد الايه 140 على 90. طيب جات لك واحده في العياده اسئله ضغط لقيته 140 على 90 لها اذهبي فانك هايبرتنسيف. امال نعمل ايه؟ المره ايه ثلاث مرات ده شرع حسب الشرع؟ لا هما مرتين. قال لك ايه؟ ليش ثلاث مرات وبعدين نقول لها روحي حط هايبرتنسيف بالثلاثه. طيب نقيسه مرتين. ليه بنقيسه مرتين يا ولاد؟ عشان يفهم وايت كود ستريس. مش انت ليكي هيبه؟ الهيبه بتاعت الوايت كود اسمها وايت كود ستريس. فقيسه مرتين ويز كومبليت فيزيكال ومنتال ريست ان بتوين. حلو جات لي عيانه حامل استلها الضغط لقيت الضغط بتاعتها 140 على 90 تلاقي ايه يا مدام كده وارجع زي زمان وقيس لك الضغط تاني. قيسه تاني لقيته 150 90. حلو كده؟ مرتين اهو مش كده؟ طيب ازاي اعرف انه البتاع ده بسبب البريجنسي؟ من الهيستوري الاقي في الهيستوري. حلو الاقيه ما كانش موجود قبل البريجنسي بس كده؟ لا ومش موجود قبل 20 اسبوع. ايش كمعنى معنى؟ ايش كمعنى معنى؟ ما هو اسمع بقى مش انا لسه عايز اعمل بلاسنتا وبعدين اخلي البلاسنتا دي اسكيميك وبعدين اطلع منها ميتابولايتس وعين ميتابولايت تشتغل على الجسم وتعلي الضغط صح ولا لا؟ طب ما البلاسنتا دي عمل ما تتكون وتبقى 12 اسبوع وتبقى اسكيميك على الاسبوع ال 14 وال 15 وتطلع ميتابولايتس وتعمل هايبرتنشن فيها 75 تانيين. يبقى اذا اي هايبرتنشن قبل 20 اسبوع مش بريجننسي انديوس. كويس جت عيانه ما كانش عندها ضغط قبل الحمل. واحد اثنين ما عندهاش عندها ضغط قبل 20 اسبوع ماشي وبعدين ده جت وهي حامل في 35 اسبوع 36 اسبوع استلها الضغط لقيت ضغطها لاول مره عالي وهي متابعه معايا الحمل معنى كده ان ده بريجننسي انديوس هايبرتنشن؟ مش متاكد. انا كنت شاكك بس مش متاكد. ليه؟ عشان تتاكد ان ده pregnancy induced hypertension لازم نشوف العيانه دي 12 اسبوع بعد الولاده ونتاكد ان الضغط بتاعها رجع نورمال. لانه لو كمل بعد الولاده وبعد البيربيريوم وعدنا ال 12 اسبوع وال 13 وال 15 والشهرين وال 5 وال 10 يبقى ده مش بسبب البلاسنتا يبقى مش pregnancy induced. فهد يقول لي ازاي يعني؟ مش هو جه اول مره في الحمل يبقى بريجننسي انديوس؟ لا ويكلمك بثقه ثقه العالم يا بنفهم. ما هو لو بسبب البريجننسي يبقى بسبب البلاسنتال اسكيميا ما عندناش غير ده في الطب. لو انت عندك حاجه تانية قول لنا
بس احنا ما عندناش غير ده. لما نشيل البلاسينتا الاسكيميك والميتابولايتس بتاعتها تروح لازم يروح. تقول لي انت عايز تقول ايه يعني؟ يعني العيانه دي اللي كانت حامل في 35 اسبوع زنقت يجي لها كرونيك هايبرتنشن وهي حامل؟ حضرتك يعني ربنا جاب لها؟ ايوه حصل. مش مبسوط؟ الحد واعلن الحدك للعالم خلاص واطلع مع ابراهيم عيسى. واخد بالك انت ازاي؟ اهو بقى اهو اكتر من كده يا عم. اطلع مع ابراهيم كده وقول له انا ملحد. ازاي العيانه يجي لها بريجننسي انديوسد هايبرتنشن؟ لا كرونيك هايبرتنشن وهي حامل، هي فاضيه لايه ولا لايه؟ ولكن واقع الامر بيقول ايه يا كتاكيت؟ واقع الامر بيقول ان لو ده بريجننسي انديوسد كلمه، بص انا عايزك تحط ايه حاجه ايكوال كده، بريجننسي انديوسد هايبرتنشن ايكوال بلاسينتا مسكين، وعشان كده ما يبقاش موجود قبل الحمل وما يبقاش موجود قبل 20 اسبوع ويختفي 12 اسبوع ايه؟ بصوا حلو كده ولا؟ اوكي. رقم واحد لو ايه؟ ديفينيسيون. اثنين انسيدنسيون. رقم اثنين الانسيدنس. قلنا الخمسه العشره في الميه هم اللي هيحصل لهم اللي احنا هنتكلم عليه ده. ثلاثه اتيولوجي. برافو عليك. الاثنين الاولانيين دول علاقه فرنسيه من اتيولوجي دي الميه على فكره. اتيولوجي. اتيولوجي اند ريسك فاكتور. ده رقم ثلاثة. وقلنا بنقول الاتيولوجي او الريسك فاكتور بنقسمها الى ثلاث حاجات، ها؟ بيرسونال اوبستريك وميديكال. اديني وانا ضايع. رقم واحد البيرسونال. عايز اسالكم سؤال. تكرار الحمل، حمل ورا بعضه يزود الانسنس بتاع البلاسنتا بريديا صح؟ وزود الانسنس بتاع الابربشن، وزود الانسنس بتاع الابورشن، وزود الانسنس بتاع الدايابيتس لان كل حمل يبقى لود على البنكرياس صح؟ وزود الانسنس بتاع الانيميا والاوستيوماليشيا. بس هل تكرار الحمل يزود الانسنس بتاع البريكلامبيا؟ ليه؟ دي شايفينها ولا لا؟ هي قايه الفتحه على قله الاصل ولا لا؟ شايفين دي جينيتيكلي؟ شايفين الكلمه دي ولا لا؟ لذلك يتقال على البري اكلامزيا it is the disease of the primary gravidant but when it is occur it tend to recur. حلوه حلوه حلوه. يبقى it is the disease of ايه يا اولاد؟ يعني ايه؟ يعني لو انا عندي primary gravidant ببقى مطمن ان صعب يحصل لها بلاسنتا بريفيا، وصعب يحصل لها ابربشن، وصعب يحصل لها شو اسمه ديجستيشنال دايابيتس، بس عمري ما بقى مطمن ان مش هيحصل لها ايه؟ بري اكلامزيا. عشان كده نقول it is the disease of brain but when it is okay it tend to recur. وعشان كده قوم كاتب على طول نازل تحت هنا وكاتب في الاوبستاتريك اول حاجه ايه؟ previous pre-eclampsia. على طول كده على طول. يبقى هو يجي للبراين جرافيدا ولا لا؟ لا يجي. But when it is occur it tend to recur. فهم كاتب في الاوبستاتريك previous ايه؟ previous. كويس. يا سلام بقى لو البراين جرافيدا دي elderly براين جرافيدا يعني فوق سن 35. الله كبار. ليه؟ عشان يكون البلد فيسل عندها احنا عندها لونج ستاندنج دايابيتس كده، لو لوبس يكون سيرف حاجات كده. وبعدين بقى يا سلام لو البراين جرافيدا الاولد ايج دي تبقى اوبيس. لان عارفين ان اللي اوله كفته اخره سيخ، فاللي اوله اوبيستي في بعديها دايابيتس وبعديها فاسكولوباسي وهايبر اسمه ميتابوليك سندروم على بعضه بيتبع على بعضه كده. يعني الاوبيس عندهم فاسكولار ايه؟ انسل صح ولا لا؟ غالبا يعني مش دائما بس اسمه ريسك فاكتور. ازاي نجمع دول مع بعض؟ برايمي اولد ايج اوبيس دي دكتوره فاطمه سترونج اندبندنت قررت انها مش هتتجوز الا لما تاخد الدكتوراه فبقت برايمي جرافيدا. عارفين ايه ليه بقول لك فاطمه مش جراحه؟ لان الجراحه ايه؟ حركة والحركة بركة. إنما البطنة فخدة. يعني دكتور البطنة ده عبارة عن إيه؟
قاعد الصبح على مكتب بيشوف عيني وبالليل قاعد على مكتب بيذاكر ويمسك لها برايس نفسه مهم يعني. طيب ارجع واقول لك انه لو عندك دكتورة بطنة هبص تلاقيها إلدر في برايم جرافيدا أوبيز عادي يعني. طيب ومن عيلة العيلة دي عندها بوزيتيف فاميلي هيستوري للبريك لامس اختها امها مش كده؟ خلي بالك انا عمال اتمحور في الحته دي حوالين كلمتين جينيتك باسكولار ديزيز شايفين؟ اصل انا مش بعمل هايبر تنشن يا اولاد والله انا بعمل بلاسنتال اسكيميا افهموا دي لما اعمل بلاسنتال اسكيميا هوريك العجب كمان شويه. طيب جينا للاوبستاتيك قلنا رقم واحد بريفيس ايه؟ بريك لامس. رقم اثنين عايز كوريونيك بالله بالهبل عشان على راي ابو علاء الله يرحمه ما فينا ابو علاء مش بتاع حد ده الرئيس كان رئيس سعد من دولتنا مهم يعني كان ابو علاء كل ما تقول له المنحه يا ريس يقول لنا ايه انتوا كتير اجيب لكم مين كويس فلما انا عندي كوريونيك فيلاي كتير اجيب لها بلاد سبلاي منين زي ايه زي زي كلادمود زي المالتي فيتال بريجننسي صح ولا لا مش كده ولا ايه طيب طب ما تيجي كمان نعمل في البريجننسي يوتراين اوفر ديستنشن زي البولي هيدرامس زي المالتي فيتال بريجننسي كمان يعمل ايه يوتراين اوفر ديستنشن يضغط على الرينال فيسل ويأكتيفيت الرينين انجيوتنسن سيستم فتعمل فازو كونستريكشن في البلاسنتال فيسل تعمل بلاسنتال اسكيميا وارجع تاني واقول لك انا كل اللي بعمله لغايه دلوقتي بلاسنتال ايه اسكيميا حلو بعد الاوبستاتريك نيجي في هنا هايدروبسيفيتاليز ايه الهايدروبسيفيتاليز الهايدروبسيفيتاليز هو عيل ايديمتس ايه سبب الإديمة اللي عنده ايه سبب الجنرالايز الإديمة اللي عنده اي حاجه زي الإديمة بتاع الكبار يعني ممكن يبقى عنده انيميك هارت فيلير ممكن يبقى عنده ليفر ديزيز ممكن يبقى عنده ليمفاتيك جنرالايز إديمة بالهايدروبسيفيتاليز بشكل عام انا عارف ان انتوا اغلبيتكم سامع عن الار اتش ايزوايزيشن وفي دماغه ان ده الهايدروبسيفيتاليز لا ده صوبه اكبر شويه انما عند اند اوف دايز العيل اللي هو عنده المشكله دي بقى العيل ايديمتس ولا مش ايديمتس كبير والانيوتيك فلويد اللي حواليه فيه بولي هيدرانوس ولا لا والبلاسينتا بتاعته كبيره ولا لا يقوم البلاسينتا الكبيره تبقى اسكيميك والبولي هيدرانوس اللي حواليه يضغط على مين انجيوتنسن سيستم فاهمين ولا لا يبقى كلمة هايدروبسيفيتاليز معناها ايه؟ معناها عيل كبير حواليه مية كتير وعنده بلاسنتا كبيرة ما هم دول اهي بلاسنتا كبيرة اهي صح؟ والترين اوفر ديستنشن اهي فاهمين ولا لا؟ عشان كده انا حاطط هايدروبسيفيتاليز هنا عشان اشاور على زيادة الكوريونيك في المية على البلاسنتا الكبيرة واشاور على اليوترين اوفر ديستنشن كده احنا اتكلمنا على البيرسونال الاوبستاتريك اللي جاية ايه؟ ميديكال كل فاسكولار ديزيزز دي كل حاجه مكتوبه هنا كرونيك هايبرتنشن بريجستيشنال دايابيتس كرونيك رينال ديزيز سيستميك لوبس انتي فوسفوليبيد عفريت ازرق واحد يقول لي يا كابتن لطيف بس مش كل دول مكتوبين في الكتاب اقول لك توصف فيك ايه رايك ليه ما انا هاجي بعد كده اقول لك ان الانيميا بتعمل بريك لامس ايه يعني نسيت اكتبها هنا حاسبني انا اللي كاتب يا حر ايه يعني نسيت اقول لك ان مثلا الهايبوثايرويديزم طب ما انا كاتب في الهايبوثايرويديزم ان الكومبليكيشن بتاعتها ايه بري كلابس يبقى هنا احنا بنبص نظره عامه للامور ولا مش كده طب يبقى اي فاسكولار ديزيز سواء انتي فوسفوليبيد بريجستيشنال دايابيتس كرونيك هايبرتنشن او ديزيز او الاخرين اللي انا كاتبهم دول كلهم هيؤدوا الى بلاسنتال اسكيميا حبايبي الحلوين لما نيجي نتكلم على اي هاي ريسك بريجننسي
Définition, incidentiation, étiologie, pathogenesis. Et pathogenesis. Et les risk factors دول يعملوا placental. Placental ischemia تعمل ايه في البلاسينتا؟ Endothelial cell damage. تعمل endothelial cell ايه؟ damage. طب يعني عارف يعني ايه الاندوثيليوم ده؟ ايه الاندوثيليوم ده؟ الابيثيليال لايننج اوف بلاسينتال فيسل. لما الاندوثيليوم ده يتكسر بيطلع كيميكال ميدييتورز. دكتور ايه الكيميكال ميدييتورز دي؟ طب التاريخ ده بتاذي نفسك. انت الروتين 8 خلاص مبسوط انت 11 حلو دي ناف سعيد انت كده كيميكال ميديتورز وخلاص. عايز تعرفه روح الدور الاول في المستشفى خش على ايدك الشمال هتلاقي المكتب اللي هو انا عايز رساله الدكتوراه والماجستير بتاع واحد اسمه محمد عبد العلي. هتلاقي رساله الدكتوراه والماجستير بتاع الجامعة اللي اسمه محمد عبد العلي ده في البري كلابس وهتلاقي انه عنده شابتر اسمه الكيميكال ميديتورز اقعد اقرا بقى شابتر حوالي 50 صفحه كده خلاص اسم كيميكال ميديتور واحد واحد وبيعمل ايه خلاص عشان اتبسط نعرف ليش انما المهم ان في كيميكال ميديتورز ايه طلعت عملت ايه كيميكال ميديتورز قالت لهم مش انتوا بتكسروا الاندوثيليوم بتاع البلاسينتا يا اولاد طب انا بقى هعمل لكم اللي انتوا مش متوقعينه هعمل لكم وايد spread endothelial cell damage. انتوا فاهمين اللي هيحصل؟ هيقوموا عاملين جروب اسمه كلنا البلاسينتا والاورجان اللي يدوس لايك الاندوثيليوم بتاعه يتكسر دخل معانا في الصف فاهمين حاجه؟ المهم ايه الريسبونس بتاع الجسم للاندوثيليال cell damage؟ هو انتوا خدتوه قبل كده في المدرسه ولا لا؟ خدتوه طبعا في سنه اولى لما قال لك ان اول قال لك اول لما بلاد فيسل يتعور اول حاجه بتحصل ايه؟ فازو كونستريكشن فاكرين ولا لا؟ واحد يقول لكم اصل بقى ده بيبقى نيورولوجيكال ميدياتد وكيميكال ميدياتد وانت قاعد تذاكر وتعيط وفاكر ان ده اخر الطب نيورولوجيكال ميدياتد وكيميكال ميدياتد مش فاهم اللي جاي وبعد كده شكله عامل ازاي؟ فل يبقى اول ريسبونس للاندوثيليال سيل دامج هو فازو ايه كونستريكشن طيب الفازو كونستريكشن ده يعمل هايبرتنشن صح صح ويعمل اسكيميا للاورجن حد مختلف معايا الكلام ده خلي بالك الفرق بين الفازو كونستريكشن بتاع سنه اولى وبتاع سنة رابعة وخمسة الفن ان ده كان في الفيسل ده في الواو دي انما الفازو كونستريكشن التاني ايه وايد سبريد يا نهار يعني الجسم كله بقى فيه فازو كونستريكشن يعني بقى فيه هايبرتنشن بس كده لا ده دي ابسط حاجة اسكت بعد كده قالوا لك ايه يا اخ دنيا ان بعد كده بعد لما بيحصل فازو كونستريكشن بعد كده بيحصل ايه البلينكت اجريجيشن ليه عشان ده كولاج اول ما بيشلح الكولاجين كده مين اللي بينغار يلا اول ما الكولاجين يشلح يلا تبص تلاقي البليتلتس تنغار فتقوم بقى الكولاجين ده اول لما واخذه دي الكلمه لما بان اهو كولاجين شايفين ادي الاندوثيليوم الانتر ابتدى يشلح مين تحتيه بقى؟ فابتدت مين تترسب يا اخويا؟ فابتدى يحصل بليتلتس اجريجيشن فين حضرتك؟ لا مؤاخذه مش قادر اقول لك فين لا لا احنا يا محمد مستحي يعني اقول لك فين في الجسم كله يعني مستحي جدا اقول لك ان ايه؟ اما ابتدي فين؟ قلت لك لا ده في الجسم كله بقت العين فيها بليتلتس اجريجيشن والليفر والكيدني انت فاهمين يعني ايه انا بتكلم في ايه ولا انا مش بتكلم على مرض الهايبرتنشن مرض الكرونيك هايبرتنشن ده
شويه صوديوم واخد بالك، يزودوا التون والسمباثاتيك ومش عارف ايه ويعملوا فازو وخلاص. انما ده احنا لسه ده دي اول حاجه، ده لسه اربع عندان. طيب هنا بقى في بليتلتس اجريجيشن صح؟ طيب البليتلتس اجريجيشن ده تزود الاسكيميا بتاعت الاورجنز ولا لا؟ وش كده صح؟ فالاورجن اسكيميا ابتدت تبقى دبل مش كده؟ جزء عشان البازو كونستريكشن وجزء عشان ايه؟ عشان البليتلتس والثرومبس ده. طيب البليتلتس اجريجيشن دي بتيجي تعمل لو بليتلت كام صح؟ برافو عليك، يبتدي يحصل ايه؟ يا اي سي طبعا. بقى عندي ثرومبوزس بيحصل في الجسم وفي نفس الوقت عندي بليدنج ايه؟ الدياجيتي. طب كويس، بص بقى الحته اللي جايه دي عشان ايه؟ قله ادب شويه. تيجي الار بي سيز بقى في السمول بلاد فيسل تبقى معديه؟ لا لا، عارفين فاكرين السفينه تايتانيك وشاك وروز والحاجات دي؟ الار بي سيز لما تيجي تعدي هنا في ايسبرج، في جبل من الثلج، وتيب الار بي سيز تتكسر في السمول بلاد فيسل. اسمها ايه؟ ليها اسم كده، اسمها ايه؟ اسمها مها مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك ايه؟ انيميا. مين مها دي؟ مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك ايه؟ انيميا. والار بي سيز تبقى معديه؟ لا لا يا ولادي. ايه شويه شويه بقى سيبناها بقى، احنا خدنا البلاد فيسل المتوسطه والصغيره صح؟ تعالوا نروح على الكابيلا دي بقى. تعالوا على فين؟ الكابيلا دي عباره عن ايه اصلا؟ اندوثيليوم بس. فلما تتكسر الاندوثيليوم يقوم الكابيلا برميابيلتي يحصل لها ايه؟ حلو. الكابيلا برميابيلتي دي لما تزيد يقوم يبتدي الاول تخر ميه صح؟ فيبتدي يحصل ايه في الاورجان؟ احنا عايزين نقول بس زياده كابيلاري ايه؟ برميابيلتي. تقوم تبتدي تبخ ميه، يقوم يحصل في الاورجانز ايديما. طب خلي بالك ان الايديما دي بتعمل هيمو كونسنتريشن، وده هيزود الدي اي سي صح ولا لا؟ انا بنقل الفلويد من الانترا فاسكولار للاكسترا فاسكولار فلويد، وده يزود الهيمو كونسنتريشن صح ولا ايه؟ طيب بس خلي بالك بعد شويه كابيلا برميابيلتي هتزيد كمان وكمان، ويبتدي الاورجنز دي يحصل فيها نزيف، مش هتخرج الفلويد بس، هتخرج الفلويد والايه والار بي سيز والدم، ويبتدي يحصل في الاورجن هيموريدج. بصوا كده يا ولاد، انا عندي اسكيميا شايفينها وايديما وهيموريدج في الاورجن. مين اورجن يتحمل ده؟ ويبتدي الاورجن تتساقط تباعا. طبعا الاورجن اللي يدوس لايك يخش، مش لازم كل الاورجن تدوس لايك. قسما علمتكم بقى الكلام، يعني انا ايه لما اجي اكتب الكومبليكيشن سيت كلها تحصل مش كده؟ بس الكلام ده لايف تو اوكير في الاورجنز كلها. طيب بس في اورجن بقى الاندوثيليوم بتاعه ليه قيمه عظيمه، هي الكيدني. لان الاندوثيليوم بتاع الباومنز كبسول ده ليه قيمه رهيبه في الفلتريشن. ولو انتوا فاكرين فيسيولوجي، نرجع للفيسيولوجي مره ثانيه، لما كان بيقول لك ان النيجاتيف تشارج بتاع الاندوثيليوم هو اللي بيريفل البروتين من انه ينزل جوه اليورين. طب لو انا عملت جلوميرولر اندوثيليوزس، لو انا كسرت الاندوثيليوزس كسرته، فيبتدي الكيدني دي لما الباومنز كبسول الاندوثيليوم بتاعه ده يتكسر تبتدي تخر مين؟ بروتين. فيبتدي يحصل بروتينوريا. طب في البروتينوريا دي الجسم فقد البروتين صح؟ يقوم الانكوتيك بريشر بتاع الدم يحصل له ايه؟ يقل. عارفين يعني ايه انكوتيك بريشر؟ يقوم الانكوتيك بريشر اللي هو ضغط المواد الصلبه اللي هو انكوتيك بريشر الاوزموزس، وده بيزود مين على طول؟
الموقف اتغير تماما يا برايس. احنا مش بنتكلم على مرض الهايبوشيفين هايبرتنشن مزوي لوحده ذاته. اذا انا اقدر دلوقتي اجلس على الكرسي واقول وبملء فيه، بقول املي فيه اهو pregnancy induced hypertension حماده، وهايبرتنشن ده حماده تاني خالص. البريجننسي induced hypertension هو مرض. لو عايز الخصه في ثلاث كلمات بلاسنتال اسكيميا، تطلع ميدييتور تعمل وايد سبريد اندوثيليال سيل دامج، ويبتدي يحصل الريسبونس بتاع الاندوثيليال سيل دامج في صوره اربع عمدان وكل عمود يخدم على العمود اللي قبليه. ازاي؟ العمود الاولاني هو عمود الفازو كونستريكشن اللي عمل هايبرتنشن واسكيميا، صح؟ جه العمود اللي وراه اسمه عمود البليتلتس اجريجيشن، راح يخدم عليه، خدم على الاسكيميا، صح؟ وكمل عمل دي اي سي ومه، مش كده؟ كويس. العمود اللي بعديه زياده الكابيلاري بيرميابيليتي اللي عملت إديمة، ودي عملت هيمو كونسنتريشن وخدمت على العمود اللي قبليها بتاع الدي اي سي، وبعدين عملت هيمج. العمود الثالث هو عمود الرينال او الجلوميرال اندوثيليوز ديستراكشن بتاع رينال جلوميرولات اللي عمل بروتونوريا، وده زود سوري قلل الانكوتيك بريشر وخدم على الإديمة بتاعت العمود اللي قبليه. فهمت يعني ايه اربع عمدان وكل عمود يخدم على قبليه؟ اربع خوازيق يا دكتور. الهايبرتنشن ده شايفه حقير مزوي زينك؟ كده بقى عندي مرض. المرض ده بتشتكي منه كل حته في الجسم. انا عايزكم تحسوا بيه قوي، تحسوا بيه قوي. في فرق تقول لي اه الكلام ده كله يا دكتور انت عمال تقول لنا في الفسيولوجي، في الفسيولوجي. لا ده مش فسيولوجي دلوقتي، ده باثولوجي. في الفسيولوجي ده لما اعور بتاع كده ده يبقى فسيولوجي، انما لما اعمل ده من صوابع الرجلين تحت للراس فوق، لا دي تبقى كارثه، تبقى كارثه. الكونكلوجن عندي هايبر تنشن وعندي إديمة واسكيميا وهيموريدج في الاورجنز، يبتدوا يعملوا مالتي اورجان فيلير، صح ولا لا؟ صح. في اربع درجات من السيفيريتي بتاع المرض. كم درجة؟ هو كم عمود؟ وكم درجة من الست؟ أربعة. الوايد سبريد اندوثيليال دام زي ما اتفقنا بيعمل حاجة اسمها pregnancy induced hypertension. طيب البريجنسي induced hypertension ده، خلي بالك أنا قلت إيه أربع درجات من السيفيريتي، صح؟ ولا قلت أربع مراحل؟ لا قلت أربع درجات من إيه؟ وخلي الجملة دي في جيبك عشان هنعوزها كمان ثواني. المرحله الاولانيه اسمها جيستيشنال هايبرتنشن. يعني ايه جيستيشنال هايبرتنشن؟ جيستيشنال هايبرتنشن يعني بلاد بريشر اكتر من او يساوي، ها بتقاس كم مره؟ زائد 3. يعني زي الثلاثة؟ هما الثلاث شروط دول ما كانش موجودة قبل الحمل، مش موجودة قبل 20 اسبوع، مش موجود 12 اسبوع بسبوع، صح ولا لا؟ ماشي. بس بشرط معهوش بروتونوريا ولا سيفير اندو اورجان دامج، عشان كده تلاقيني كاتب ناقص 2. معهوش بروتونوريا ولا معاه سيفير اندو اورجان ايه دامج، حلو كده؟ طيب المال لما اجي اقول ان البلوك بريشر زاد عن 140 ايه 90 في كام؟ في 2 زائد ايه 3 بلس بروتونوريا اند اور اند اورجان دامج، دي اسمها بريكلامس. بلوك بريشر اكتر 140 على 90 بتقاس مرتين،
ما كانش موجود قبل الحمل وما كانش موجود قبل 20 اسبوع مش موجود 12 اسبوع بوست بارتم زي الثلاثه صح؟ معاه بروتونوريا اند اور يعني كان معاه بروتونوريا بس ممكن معاه اند اورجان دامج بس انا قلت ايه؟ سيفير اند اورجان دامج. لما مهتم قوي بكلمه سيفير اقول لك ليه؟ سيفير اند اورجان دامج احدهما او كلاهما ده اسمه ايه؟ اسمه بري اكليمس. طيب النوع الثالث بقى اكليمسيا. يعني ايه اكليمسيا؟ طب ما دي سهلها لك. مش احنا قلنا في سيفير اند اورجان دامج لما السيفير اند اورجان دامج ده يوصل للبرين تبقى دي اكليمسيا. يعني انا هيقعد ايه اورجان اورجان يقف مش مهم لغايه لما مين يحصل فيه ايديما وهيموريدج البرين تبتدي العيانه تتشنج ساعتها يبقى العيانه دي عدت من البري اكليمسيا اللي هي ما قبل الاكليمسيا الى ايه الاكليمسيا. لذلك الاكليمسيا تعرف عنها ايه؟ اوكرنس اوف فيت اون توب اوف سيفير بري اكليمسيا could not be attributed to any other cause. يعني لما عيانة يبقى عندها بريكلامزيا احنا عرفنا عن ايه بريكلامزيا ويجيلها تشنجات التشنجات دي ملهاش سبب اخر اكيد هي فيتس convulsions يعني ويجيلها فيتس الفيتس دي معرفش اجيب لها سبب تاني يبقى العيانة دي ايه دلوقتي واضح انه مطلوب مننا مزيد من التعريفات عشان نفهم المرض. احنا عرفنا يعني ايه هايبرتنشن صح؟ بلو بريشر اكتر من 140 على 90 متقاس ايه مرتين وبينهم كومبليت فيزيكال ريست. طيب مطلوب مننا كمان نعرف يعني ايه بروتونوريا صح؟ ومطلوب مننا نعرف يعني ايه اورجان دامج صح؟ طيب تعالوا نعرف الاثنين مع بعض شوف يعني ايه بروتونوريا وايه اورجان دامج. هم رسم رسمه هنا ظريفه كده دكتور انت قلت 4 ودول 3 هو انا عويل يا ابني انا عارف انا بقول ايه هم 4 ليه لان البريكلامزيا كمان شويه هيبقى في منها مايلد وسيفير فيبقى عندنا جستيشنال هايبرتنشن ومايلد بريكلامزيا وسيفير بريكلامزيا وعندنا ايه اكلامزيا. استدبر شويه الرسمه دي سميها رسمه النحله نحله ايه عندها ايه لونج وايه وهار وعندها ايه ليفر واكيد عندها ايه كدني وعندها ايه بلاد وعندها يوترس حلو دلوقتي مطلوب مننا نعمل في كل واحد من دول ايه يا ولاد برافو عليكم اسكيمه وإديمة وهم صح كده طيب تعالى يا يوترس لما نعمل فيك اسكيميا لما نعمل في اليوترس اسكيميا العيل ده يحصل له ايه اي جي ار برافو عليك وبعد شويه ممكن يحصل له ايه اي اف اي برافو عليك طيب لما يحصل للعيل اسكيميا هيعرف العيل ده يجيب يورين طيب هو الميه اللي حوالين البيبي دي عباره عن ايه يا اولاد عباره عن ان العيل بيعمل بيبي حوالين نفسه وطبعا انتوا بتقرفوا بس دايما اقول لكم ايه انه الكدني بتاعت العيل بتاعت الطفل ما بتبقاش شغاله فاليورين بتاعه عباره عن ميه بس بدليل ان الاستنزاف الجرافي بتاعته تنتن ايه تنتن دي بتاعت ايه بتاعت الكرونيك رينال فيلير بتاعت الميه بالاستنزاف الجرافي بتاعت الميه ده معناه ان الكدني الله يا دكتور وما العيل مش هيموت كده يا ابني البلاسينتا هي اللي شغاله معاك اللي شغاله معاك كدني هي اللي بتاخد اليوريا والكرياتينين والحاجات دي انما الكدني بتاعته كل اللي فيها انها بتسخن بس فيها بلاسينتا سيركيليشن والميه بيحصل لها سيركيليشن وبتنزل ميه تعمل الامنيوتيك فلويد اللي حوالين البيبي طيب لو انا قللت البلاد سبلاي اللي جاي للبيبي فالبيبي ده بقى عنده رينال اسكيميا هيعرف يعمل يورين يبقى الميه اللي حواليه يبقى اخبارها ايه حلو يبقى كمان عندي اوليجو هيدرالس صح؟ حلو كل دي اثار الاسكيميا ما هي اثار الاسكيميا كتاكيت الثلاثه ها؟ اي جي ار اي او اف بي اوليجو هيدرالس طيب امال بقى ما هي اثار لما يحصل هيموريدج جوه
اليوترس. ما هو ده البلاسينتا الابراشه صح؟ طيب سؤالي لحضراتكم، لما عيالك او لما بيبي يبقى فيه اي شعور وكوليك وهيدرنس وبلاسينتا الابراشه ده يكمل الحمل ولا خلاص بريترمينيبل صح؟ بص يا ولاد عايز اعلمكم حاجه، لما يكون في واحده عندها بلاسنتال، بصوا هنا بصوا هنا لو سمحت كل بص هنا خليك تبقى هنا، لما يكون في حد عنده بلاسنتال استيل يصح العيله دي لها بري اكلامزيا ولا لا؟ موافقين؟ يعني لو دي عندها هايبوثايرويدزم، لو عندها انيميا، لو عندها بريجست، عندها اي حاجه يجي لها بلاسنتا الاسكيميا تعمل بري اكلامزيا صح؟ طب البري اكلامزيا تجيب بلاسنتا الابربشن ولا لا؟ مش كده؟ طب الاثنين بيعملوا دي اي سي صح؟ طب العين اخباره ايه؟ العين بتاع البلاسنتا الانسفشنسي يبقى عنده اي جي ار؟ طب يبقى عنده اي يو اف دي؟ طيب العين ده يبقى عنده اوليجو هيدرانس؟ طب ده يخليه يحصل له بري تيرم ليبر؟ مش كده ولا ايه؟ وانا بكره اسرائيل واقولها لو اتسال وان شاء الله اموت قتيل او اخش المعتقل وايه؟ اعمل واحد امبليه في الشكمان ورا. اي كلام بس يعني مرتب. لما اجي اقول لك ما هي الكومبليكيشنز اوف انيميا وذ بريجننسي هتقول لي ايه؟ تعمل واحد امبليه في الشكمان ورا تقول لي اهو بري اكلامزيا وابربشن ودي اي سي وبوليك هيدرانس وبري تيرمينيبل واجر واي اف دي صح؟ لما اجي اقول لك ما هي الكومبليكيشن اوف هايبوثايرويدزم وذ بريجننسي تقوم مزود عليهم بس كلمه ابورشن. ليه؟ لانه ده موجود من قبل الحمل فبالتالي ممكن يخلص الحمل بدري بدري قبل ما كل الكلام ده يحصل مش كده ولا ايه؟ لما اجي اقول لك ما هي الكومبليكيشن اوف انتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم وذ بريجننسي تقول لي انا بكره اسرائيل واقولها لو اتسال وان شاء الله اموت قتيل او اخش المعتقل وايه؟ اعمل واحد قنبليه في الشكمان ورا وهم قايل لك ابورشن وبري تيرم ليبر واي جي ار واي او اف دي وبري اكلامزيا وابربشن فاهمين ولا لا؟ اذا شايفين الجماعه دي كل دول هم كل دول كل دول هيعملوا بلاسنتال اسكيميا كل دول هيعملوا بلاسنتال ايه السيكونس بتاع البلاسنتال اسكيميا او ايه الايفكت المشهور بتاع البلاسنتال اسكيميا والبريجننسي اعمل واحد امبليه في الشكمان ورا واقرا اسرائيل واقول انا واتسال مفهوم ولا لا بس حبايبي الحلوين ده الايفكت على مين يا ولاد على اليوترس طيب حد يعرف يقول لي ايه الايفكت الهيماتولوجيكال ايه الايفكت الهيماتولوجيكال احنا قلنا لك مش كده ايه رايكم في فكره هيمو كونسنتريشن معانا دي طيب ايه رايكم في لو بليتلت كاونت صح دي اي سي واحد ايه رايكم في مها بنتنا برضه يعني نرميها للقطط صح كده يبقى هيمو كونسنتريشن لو بليتلت كاونت دي اي سي او مايكرو هيماتوباتيك هيموليتيك صح طيب اخبار الكليه ايه مش في بروتينوريا طب ما ده يجرنا ان احنا لما نوزع الكلمه انا اسف يعني نعرف يعني بروتينوريا مش تعرف معاه طب ده بقى يعني ايه بروتينوريا يعني ايه بروتينوريا بصوا بقى كلاسيكيا كان يتقال ان بروتينوريا وجود بروتين اكتر من 300 ملي جرام per 24 hour urine ده كلاسيكيا منذ فجر التاريخ كانوا يقولوا لنا بروتينوريا معناها وجود بروتين اكتر من 300 ملي جرام كنا بنعمل ايه بقى زمان يا ولاد كنا نخلي العيانه تجمع ال 24 hour urine ليه تفتكروا ليه عشان تو افويد فكره انها تجيب لي عينه الاقيها كونسنتريتد او دايليوت ف
فانا بجمع بول ال 24 ساعه واديها. فهو بتلاقي العيانه مش العيانه بقى عندك عيانتين ثلاثه عايز تتاكد ان ما عندهمش بروتونوريا قاعدين وكل واحده جنبها ازازتين 7 ومريندا ولا مش عارف ايه كويس. تشرب الازازه وتفضل تملاها فاهمين الفكره ولا لا؟ وبعدين مين بقى اللي كان بيزعل في الليله دي؟ الامتياز اللي بيلم الازايز دي كلها وياخدها في حضنه ويقوم نازل بيها المعمل ويكتب على دي سعاد ودي مش عارف ايه وبتاعه وما ينفعش يلخبطوا مع بعض فاهم الفكره ازاي؟ فدي طريقه مقرفه جدا يعني انا بالك لغايه لما الناس بتوع الكلينيكال باثولوجي اكتشفوا طريقه اسهل بكتير جدا اسمها ان انت تجيب لي عينه واحده وانا اقيس البروتين كليات ريشيو. لو لقيت البروتين كليات ريشيو اكتر من 0.3 يبقى العينه دي فيها بروتينوريا. هو ايه يعني ايه الكلام ده؟ خدتوا قبل كده حاجه زي كده؟ برافو عليك برافو عليك. دلوقتي المفروض ان الكليه تحط بروتين قليل وتنزل كليات كتير صح؟ فلو البروتين ده زاد والكريات ده قل يبتدي البروتين كريات ريشيو ايه؟ وده معناه ان الكلية عطلانه صح ولا لا؟ سهلة. عشان كده بنقول بروتين عالي كريات قليل بروتين كريات ريشيو هاي يبقى الكلية عطلانه. ودي مش مهم بقى دايليوتد ولا كونسنتريت لان الاثنين هيبقوا دايليوتد مع بعض وكونسنتريت مع بعض واحنا كده كده بنقيس الريشيو ما بينهم فاهمين ولا لا؟ هيطلع لي رقم الرقم ده دايليوتد كونسنتريت عفريت ازرق ما انا بقارنه برقم تاني. الريفرنس بتاعي ان البروتين كريات ريشيو يبقى اقل من 0.3 او لا. عالي عن 0.3 بالمناسبه على الافيه يعني بس انا عارف ان انتوا ضايعين. ده ال 300 مللي جرام هم 0.3 جرام برضه. يعني ساعات تلاقيني ايه كاتب فيه 0.3 جرام. فواحد يقول لي دكتور معلش ده عشان في حته كده عارف كنت كاتبها 0.3 جرام ومكتوب كده 300 مللي جرام نحفظ مين؟ هي ان شاء الله. ان شاء الله هي. ماشي؟ حبايبي. أنا بصراحة الأول كده عشان تبقى قاعد مسخرة كاريوس وبعدين أقول طيب عرفت عن إيه بروتينوريا ولا لا؟ عرفت عن إيه بروتينوريا؟ حلو. وبعدين أنت قول أولاً بقى بيبتدي الرينال فانكشن تيست تعلى صح؟ الأول بلاقي اليوريك أسيد عالي لغاية لما الاقي السيروم كريات عدى ال 1.1 في البريجنسي يبقى العينه دي فيها رينال فيلير. فلان برينت على فكره 1.5 يعني عايش كده. فاعرف ان العينه دي فيها رينال ايه؟ اوكي خلاص كده؟ طب تيجي نروح للليفر؟ تعالى يا ليفر. اخبار الليفر ايه؟ ايه اللي هيحصل في الليفر يا كتاكيت؟ اسكيميا صح؟ ماذا يحدث في الليفر لو حصل فيها اسكيميا؟ تلاقي الليفر سيل تعمل عيشه. يعني ايه الليفر سيل تعمل عيش يا اولاد؟ هو ايه اكتر اورجان محتاج بلاد سبلاي؟ برافو عليك يا اولاد الليفر. وايه اقل اورجان محتاج بلاد سبلاي؟ برافو عليك يا اولاد الفات سيلز. فلما الليفر تقللها البلاد سبلاي تقوم عامله لك فيها فات سيل وده اسمه اكيوت فاتي ديجنريشن او اكيوت فاتي ليفر. يبقى لما اعمل اسكيميا للليفر الاسكيميا دي تعمل اكيوت فاتي ليفر وبص الاقي اليفيتد ليفر فانكشن تيست. حلو كده؟ طيب وبعدين لما اعمل اديما وهيموريج في الليفر ابص الاقي ان بقى فيه ايبيجاستريك بين ساعات رايت الاقي فيه ايه؟ ايبيجاستريك بين ورايت كوادرانت بين. مش معنى قلت الايبيجاستريك قبل الرايت ابر كوادرانت عشان الليفت لوب ضيق صوانا مش الليفت لوب ضيق فالليفت لوب ده هو يعني ايه اللي حصل يعني ايه سبب الوجع ده؟ لما بيحصل اديما او هيموريج في الليفر الجليسن كبسول اللي هو الكبسول بتاع الليفر مش ستريت شيب فبص الاقي ان الاورجان محشور متضايق جوه في الحته الصغنونه ديه فيبتدي حشره الاورجان دي بتاع تعمل ايجاستريك ايه بين. طبعا الرايت لوب كبير شويه فهلاقي ممكن رايت هايبوكوندريا بس متاخر شويه مفهوم حلو.
يبقى اي بي جاستريك ورايت كوادرنت ايه بين. بالمناسبه ساعات الهيموريدج اللي تحت الكبسول ده يقوم فرع الكبسول ويعمل انتروبيريتونيال هيموريدج، بس ده فيري رير يعني. تاني ساعات السب كبسولار هيموريدج ده يقوم قاطع الكبسول ويعمل انتروبيريتونيال ايه، مش حلو كده؟ طيب حبايبي الحلوين، بعد كده نطلع فوق الحجاب الحاجز، وهنا بقى الطلوع فوق الحجاب الحاجز ده عوض، ده كله عوض مورتاليتي، بوتنشال مورتاليتي. اول ما تطلع فوق الديافرام احنا بنتكلم دلوقتي في بوتنشال ايه يا اولاد؟ مورتاليتيز. ايه اللي هيحصل؟ عد معايا، يبتدي يحصل هارت فيلير صح؟ طيب موضوع هارت فيلير ده شغال عليك انت، يعمل بالمونري ايدين اي. طب سؤال، ليه بيحصل بالمونري ايديما في البريجننسي انديوز هايبرتنشن؟ مش هارت فيلير، الهايبرتنسيف هارت فيلير بس كده؟ لا، وجزء من الجنرالايز ايديما مش كل حته في الجسم فيها ايديما ولا ايه؟ يبقى انا الاقي بالمونري ايديما كجزء من الجنرالايز ايديما، ولكن كمان بالمونري ايديما لو فيها هايبرتنسيف هارت فيلير. من اوسخ انواع البالمونري ايديما اللي ممكن تشوفها في حياتك. اولا انتوا عارفين البالمونري ايديما دي بتشخص ازاي ولا لا؟ المفروض نلاقي فاين بيزل كريبيتيشن وساينوزس صح؟ اوسخ ساينوزس شفته في حياتي واوسخ كريبيتيشن شفته في حياتي. هو المفروض الفاين بيزل كريبيتيشن تسمعها بالسماعه. انا كنت قاعد كده والولية قاعدة كده مثلا زي عند الواد اللي وانا سامع الكريبيتيشن من عندي. عارف لما تكون داخل قهوة واخد بالك والناس كلها بتكرر، فانت سامع الصوت من ايه؟ من وانت داخل كده. ده رقم واحد. رقم اتنين، عمري ما شفت عيان ازرق زي العيانة دي، ديل ودان طويلة وتبقى افطار يعني زرق زرق رسمي يعني رسمي. فاوسخ بالمونة، ولذلك في مثل بيقول لك ان الضرورات تبيح المحظورات. في حاجتين ما بعملهمش في البريجننسي بسهوله، شيست اكس راي ودايوريتك. تفتكروا عيانه زي دي ينفع تاخد دايوريتك وهي فيها هيمو كونسنتريشن؟ الا لو عندها بالمونري ايديما، ان ساعتها بيبقى لايف سيفنج. عامل ايه؟ هل العيانه الحامل سهل ان احنا نعمل لها شيست اكس راي؟ بس دي هعمل لها، دي هعمل لها عشان عندها بالمونري ايديما، فاهمين ولا لا؟ يبقى اذا يا اولاد هنا في اثنين من المحظورات اسمهم تشيست اكس راي ودايريتكس، مش هعملهم غير في حالات البالمونري ايديما. طيب نطلع بقى للبرين والعين، نلاقي سي ان اس اند اي symptoms. اللي اشهرهم اللي هيدك والبليرينج اوف فيجن والهيدك والبليرينج اوف فيجن. حلو كده؟ طبعا في حاجات تانية كتير زي فوتوبسيا، فوتوفوبيا، فلاشز اوف لايت، كل ده ممكن يحصل. بس الاشهر على الاطلاق هما مين ومين يا اولاد؟ الهيدك والبليرينج اوف فيجن. ايه سببهم الهيدك والبليرنج اوف فيجن؟ برين وسينا واي ايدينا. يعني احنا متوقعين بعد شويه ان الحال ممكن يحصل انتراكرينيال هيموريدج والموضوع يتطور الى ايه؟ كونفرجن وايكلامس يا صح. متوقعين ان مع سيفير ريتينال هيموريدج ان يحصل ريتينال ديتاتشمنت اوف بلايندنس صح ولا لا؟ بس خلاص انا كده عرفت كل اللي انا عايزه. انا عرفت يعني ايه هايبرتنشن ويعني ايه بروتونوريا ويعني ايه اندورجن دامج. عشان لما ارجع اقول عايز بقى اتخيل الثلاث عينين دول، عايز ايه؟ اتخيل الثلاث عينين دول. بص انا قاعد في العياد، نركز بقى قوي، نركز قوي بقى عشان احنا بقى دخلنا في الايه؟
جد. والفات كله ده ما كانش جد؟ ايوه جد وكل حاجه، بس ده الفات ده كله ايه؟ تمهيد عشان نوصل للحظه دي، اللي هي لحظه ايه؟ لحظه قصه مريضه، لحظه العيان. قاعد في العياده دخلت عليا مدام سناء. اهلا يا مدام سناء، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا دكتور، انا كويس. ف ده ميعاد المتابعه بتاعك؟ ايوه فن. طيب وريني يا فن. اول حاجه في الانتينيتال كير كل زياره اقيس الويت واقيس الضغط. ده ايه؟ ده في ناس خلي السكرتاريه تعمل الكلام ده ويجي لي الورقه مكتوب فيها كده الويت والضغط. ده قبل اي كلام يعني، ما بنستعملش كلام. فالمهم بنقيس الضغط لقينا ضغطها 140 90، ببص في الورق اللي عندي ايه ده؟ كل ضغط 120 80 120 80. احنا ايه؟ نشاور عقلنا ولا ايه؟ احنا قربنا اهو، ده احنا في نص الثامن. طيب ببص بقى في الوزن، هي العيانه المفروض تزيد قد ايه كل اسبوع؟ نص كيلو في الاسبوع، يعني كيلو كل ايه؟ اسبوعين. فببص في الوزن لقيتها في الاسبوعين اللي فاتوا زايده 3 كيلو. فعرفت؟ ببص على رجليها لقيت رجليها فيها ايه؟ بيتنج ايديما. حلو قوي. ده في ايديما وفي هايبر ايه؟ تنشن. طيب الهايبر تنشن ده عايز اتاكد في بروتونوريا واند اورجان دامج ولا لا؟ فرحت عامل ايه؟ رحت بعت عنه قلت له طب بصي بقى انا عايزك تريحي خالص وتجيبي لي شويه بول في كوبايه كده. تقعدي تستريحي خالص تفرجي على بتاع خارج في اوضه حلوه كده وبتاع. شوفي بتحبي تلعبي على الموبايل وشغلك واي فاي ببلاش عشان ما اعملش عليها ستريس. المهم قعدت شغلت الواي فاي ببلاش ونزلت صورتها في العياده ادعوا لي عارفين الحاجات دي. وجابت كوبايه اليورين وصورتها بره في الستوري بعديها على طول واخبارها. وعملنا البروتونوريا لقينا ما فيش بروتونوريا كويس. يبقى انا مهم قوي اول حاجه عملت لها يورين ايه؟ انا ده. طب بالمناسبه دي طريقه بس ما ايه سيمي كوانتيتيف ان انا استخدم اليورين ديبستيك اللي هي بلس 1 بلس 2 مش عارف ايه من مش عارف ايه كده. دي طريقه ايه سيمي كوانتيتيف. اللي الدول كوانتيتيف والديبستيك سيمي كوانتيتيف. كان في زمان في الفيسيولوجي كمان حاجه كواليتيف في ولا ما فيش فاكرينها اللي هو اليورين بويلنج تيست ان انت تملي اليورين فتلاقي كواجلان فوق فتبقى مش عارف هو ده بروتين ولا فوسفات فتحط عليه سبانخ يطلع فاصوليا فيبقى فنجان ازرق ولا اي ثلاثه. سيبك من كلام الهجايز ده هو يورين بالليبستيك او بروتين كرياتريشن. طيب قلت لها بص يا هانم احنا قست فجت بعد ما قسنا اليورين لقيت ايه؟ ضغطها لسه عالي بس اليورين ناجي مفيهوش بروتين كويس؟ قلت لها برضه احتياطي روح تعمل لنا يورين اناليسيس في المعمل كويس؟ وايه كمان؟ وتعمل لنا رينال فانكشن تيست. وايه كمان؟ تعمل لنا الترا ساوند واسسمنت اوف فيتال ويل بين بالذات الدوبلر. نون ستريس ودوبلر شوفي العيان ده. وتروحي تعمل لنا سي بي سي وتعمل لنا كواجيليشن بروفايل. ما دي نعرفها ازاي؟ ازاي نعرف ان في مايكرو انجيوباثيك هيموليتي كمان؟ بلاتفيلم فيه شيستوسايتس جدع وايه كمان؟ و ال دي اتش عالي. عارفين يعني ايه شيستوسايتس؟ لما الار بي سيز بتتكسر بص تلاقي حطام ار بي سيز ماشي في الدم ده اسمه ايه؟ شيستوسايتس. ولما بتتكسر الوول بتاعها بيبقى فيها لاكتيت دي هيدروجينيز انزيم بلاقيه يعلى في الايه؟ في الدم كويس. ونعمل ليفر فانكشن تيست صح ولا لا؟ وبس خلاص. واحد يقول لي طب يا دكتور مش هنعمل اي سي جي و يعني برضه صح نعمل اي سي جي يا دكتور وصح نعمل تشيست اكس راي ونعمل سي تي على البرين ايه رايك؟ ونعمل فندس نو اقول له لا الحاجات اللي فوق الحجاب الحاجز ما بعملهاش الا لما الست تبقى سيمتوماتيك لما تقول لما اعمل كده اهو او اعمل لها سي تي برين لما تقول لي انا اتعاملت يا دكتوره بعمل لها فندس لما تقول لي لما الاقيها مزرقه ومش قادره تاخد نفسها بعملها تشيست اكس راي الحاجات دي بفلوس وغاليه وخطره صح ولا لا؟
يبقى اذا انا بعمل لها الحاجات اللي تحت الديافرام. الانفستيجيشنز اللي فوق الديافرام ما تعملش الا لو العانه فيها سيمتوم او ساين سجست. سهل كده. ارجع تاني لمدام سناء. راحت عملت ايه مدام سناء بقى عشان الاختصار يعني؟ عملت ثلاث انابيب وكوبايه والتراسون صح؟ ثلاث انابيب انبوبه سي بي سي وكواجيليشن بروفايل وانبوبه ليفر وكيدني فانكشن تيست وكوبايه عملت بيها كومبليت يورين اناليسيس وعملت التراسون واسسمنت اوف فيتال لوبين وجت لقيت كل الحاجات دي فوق لا شمعة منورة يا روحي. كويس كده طبع عليها التعريف الاولاني صح؟ بلاد بريشر ها قولهم قولوا اكتر من 140 على 90 متقاس كم مره؟ مرتين زائد 3 ما كانش موجود. لا زائد 2 لغايه الادخال ما كانش موجود قبل الحمل وما كانش موجود قبل 20 ايه يعني يبقى فاضل لي الثالثه لسه. طيب افتكر الكلمه دي ناقص 2 معهوش لا بروتونوريا ولا معاه ايفيدنس اوف سيفير اند اورجان ايه سهله دي ولا لا فلا. فقلت لها الحمد لله على سلامه. غالبا يا مدام عندك ديجستشنال هايبرتنشن. قالت لي يعني يا دكتور ده بسبب الحمل وهيروح بعد الحمل؟ قلت لها غالبا بس مش متاكدين. هنتاكد 12 اسبوع بعد الولاده هنتابع الضغط ان شاء الله يروح غالبا هو كده. بص الكلمه عشان تبقى دقيق تقول لي غالبا هو كده لان طبعا زي ما اتفقنا هو فكره الضغط صادف الاثنين مع بعض ان الكرونيك هايبرتنشن يعني ايه كرونيك هايبرتنشن ايه؟ اهي بص ده خط الهايبرتنشن وده خط الحمل شايف؟ اقرا كفها مكتوب عليها في القدر هيجي لها هايبرتنشن وهي عندها 27 سنه وثلاث شهور واربع ايام. طلعت حامل 34 اسبوع وخمس ايام. فاهمين قصدي ولا لا؟ صدفه يعني. ولذلك بيسمى النوع ده كرونيك او كو انسيدنتال هايبرتنشن صدفه قابلتك ولا على بالك. فهمتوا الفكره؟ المهم جيت قلت للعيانه دي حضرتك غالبا جستيشنال ايه؟ هايبرتنشن. قالت لي يعني هتعملوا ايه فيا يا دكتور؟ ده ولا حاجه. هتقعدي تجيلي في العياده كل اسبوع وكل اسبوع هنعمل الحاجات اللي تحت الدايفرام دي عشان نتاكد ان انت جستيشنال هايبرتنشن. قالت لي طب يا دكتور انا هاخد دواء ضغط. قلت لها والله العلماء لازم تسمعوا الكلام ده وبعدين هكتب لكم اللي انتوا عايزينه مع بعض بس نسمع الكلام ده افهموا كده الاربع عيانين افهموهم وبعدين هنحول ده. هو احنا بالمناسبه وصلنا لغايه ايه دلوقتي في السياق بتاع الكلاسيكا يعني الكلاسيكا عملنا ديفينيشن وايه وانسيدنس وعملنا ايتيولوجي وايه وعملنا كلاسيفيكيشن وايه. ما هي الرسمه دي هتلاقيها مكتوب عندك في كتابك خمس ست مرات. مره اسمها باثوجينيسيس مره اسمها كومبليكيشن مره اسمها كلاسيفيكيشن مره في التعريف هي كل ده هي حاجه واحده خلاص انما ايه واحده واحده كده يا باشا. واحنا دلوقتي في مرحله قصه مريضه دلوقتي في مرحله ايه اللي هي دايجنوزس وايه وتريت. فالمهم قالت لي تدوني دواء ضغط ولا لا يا دكتور؟ فقلت لها والله العلماء بيقولوا انه كونتروفيرشن. معنى ان العلماء بيقولوا انها كونتروفيرشن ان ما اسمعش حد فيكم يقول بس انا شايف لو سمحت ما تشوفش يعني خلاص لما تبقى عايز تروح شوف معاهم سيبنا نشوف اللي بنقول لك. بعد يقول لي لا معلش بقى ما هو كونتروفيرشن دي يعني ندي ولا ما نديش كلنا انت على طول. اقول لك ده اسمه سينيور ستاف ديسيجن. لو انت تعرف تقوله نلبس طرح احنا لما مؤاخذه نروح في البيت معلش انا اسف يعني اسمه سينيور ستاف ديسيجن بس انا هحاول اوصل لك السنس بس. فتقول لي انا هاخد دواء ضغط ولا لا؟ هقول لها طيب بص يا مدام احنا هنقيس الضغط كده ثلاث اربع ايام. حضرتك عندك جهاز ضغط في البيت؟ لا. طب معلش انزلي قيسيه في الصيدليه ثلاث اربع مرات في اليوم كل ايه؟ ست ساعات كده تنزلي تقيسيه مره تجيبي لي الكلام ده في ورقه وبعتها لي على الواتس. الناس دي بتقرا واتس وتقوم بالصوت. المهم فراحت قاسيته الاربع ايام بعتوا لي على الواتس لقيته ايه؟ 140 90 130 90 مره 150 90 مرة 140 90 مرة ده ثابت ده. طب احنا فين في الحمل؟ احنا في اخر الثاني ما يعتاس
فين السعوديين دول ما يعكس يعني ما يعني ملوش لازمة ما يعكس مش عارف يعني ما عرفش اسمها ايه ما يعكس فالمهم ما يعكس يعني ملوش عوزة يعني ما يعكس فالمهم يعني فيقول لك ايه ده ما يعكس طيب بص لقيت ضغطان النهارده 140 سنت بكره 150 سنت بعده 150 100 الله ده بروجريسنج طب احنا فين دلوقتي احنا في شهر السابع لا احنا كده مش هنكمل اديها انتهى البروجريس طب المره اللي فاتت كان جالها سيفير بريك لاند والعيل مات لا مديها من الاول فاهمين ولا لا يعني في فاكتورز كتيره قوي لما باخد هيستوري واعمل فولو اب ومش عارف ايه بتمشيني في الديسيجن كده او كده طيب ليه العلماء اصلا اختلفوا مش انتوا فهمتوا بقى خلاص الخلاف وفهمتوا مين اللي هياخد القرار وبناء على ايه غالبا يعني هم اختلفوا ليه واحد قال لك من خلال انا قلت هتبقى فهمت انك لما تدي انتي هايبرتنسيف انت بتعالج اول سطر بس صح اول كلمه هايبرتنسيف طب والحاجات دي شغال طب ومين اسهل حد يبقى مونيتور في الليله دي كلها وفرش يبقى كاني بعمل ايه لمؤاخذه عارف المؤاخذه ده في حمار واخد بالك وعايزه يمشي في اتجاه تعمل له ايه وعامل له كده فانت لمؤاخذه كده بتعمل ايه لمؤاخذه بخام عينك زي البهيمه زي البهيمه والدي اي سي عمال يحصل والمالتي اورجان فيلر عمال يحصل وانت مغمي عينك زي البهيمه بس على الجانب الاخر ما بيقول لك ان الفازو كونستريكشن ده بيعمل اسكيميا وبالتالي انت كل ما تقلل الاسكيميا ممكن تسلور البروجرس بتاع المرض ممكن تطول مده الحمل فاهمين ولا لا عشان كده ايه موضوع البروجرس كان ليه اعتبارات عندي موضوع الهيستوري كان ليه عندي اعتبارات موضوع الفاضل قد ايه في الحمل كان ليه عندي اعتبارات كل لما كنت متاخر في الحمل وبالمناسبه تفتكروا البري كلامزيا كامل اللي تيجي متاخر في الحمل ولا بدري متاخر طبعا لان كل ما البلاسينتا بتكبر وتبقى مور كالسيفايد كل ما تبقى هايبوفوريسكيميا فكر ان تيجي ايرلي اونست بري كلامزيا قبل 34 اسبوع ده معناه ان العيانه دي عندها فاسكولار ديزيز على فكره انما بري كلامزيا غير جينيتك اللي من غير دي تيجي بعد 34 اسبوع فاهمين ولا لا كل ما الحمل يتاخر كل لما فرصه البري كلامزيا ايه تزيد وبالتالي بري كلامزيا بقى والجستيشنال يعني كله يعني وبالتالي انا ما ببقاش عندي الارج القوي ان انا ادي الايه الهايبرتنس فهمتوا حته الانتي هايبرتنس ويعني هي كونترو فيرجن والله بكتب كل حاجه يا اولاد والله خلاص على الصنبوره وكل اللي انت عايزه بس انا عايزكم تقعدوا تسمعوا انا قاعد شويه بريح يعني عايزكم تقعدوا تسمعوا قصه اربع مرضى قصه ايه اربعه مرضى بعد ما نسمع قصه الاربعه هنكتبها على الصنبور حلو كده وانا بحكي القصص بعمل ايه بعمل سبوت لايتس على حاجات من اللي هكتبها في الفريد من كل حاجه بس عايز اعمل عليها سبوت لايت عشان اقولها مرتين مره وانا قاعد مره نايم نروح للي بعدين فالمهم قالت لي تديني انتي هايبرتنسيف ولا لا قلت لها لا مش هديكي انتي هايبرتنسيف قالت لي طب هتديني حقن الرئه قلت لها انت حامل في قد ايه دلوقتي قالت لي احنا دلوقتي 35 مش هديكي اصلا الحقن الرئه دي الاسترويد ملهاش رول بعد 34 اسبوع وانس ان انت عديت 34 اسبوع اديت زي ما نزلتش قالت لي طب امال هعمل ايه قلت لها ولا حاجه هتجيلي كل ايه اسبوع كل اسبوع هنعمل ايه معاها غير هنتابع الضغط هنشوف البروتونوريا هنشوف اللابوراتوري انفستيجيشن وبعدين لما توصل 37 اسبوع اندكشن اوف ليبر ومولد صح ولدت خلاص قصتنا معاها خلصت ولا لا؟ لا انا عايزك تجيلي بعد اربع اسابيع جات لي بعد اربع اسابيع لقيت اختها عايز كمان اربع اسابيع كمان اربع اسابيع لو في خلال ال 12 اسبوع ها لقيت اختها اختفى يبقى العيانه دي ايه؟ جيستيشنال هايبرتنشن لان حقيقه التعريف انا كل اللي بقوله بوصلك للتعريف بلا بريشر اكتر 140 عن 90 في 2 زائد 3 ناقص 2 لا معاه بروتونوريا ولا معاه اند اورجان دامج من اوله لاخره سهله لقيت العيانه دي بعد كده بقت فيها هايبرتنشن ولا لا معلش احنا اسفين حضرتك كرونيك او كو انسيدنتال ايه هايبرتنشن طيب كويس العيانه الثانيه بري كلاسيك
ازيك يا مدام سناء اتفضلي. استلها الضغط، لقيت ضغطها 140 90 بار. قست تاني لقيته 150 90 بار. بعدها سالتها وده مهم، عندك هيدك او بلينج او فيجن او ايبيجاستريك بين؟ لا. لا كويس، انا سعيد جدا. فروحت اعمل لها الانفستيجيشنز اللي تحت الحجاب الحاجز، لقيت ايه الاخبار؟ ممكن لقيت كلهم نورمال بس هي بروتينوريا فيها ايه؟ فبقت فري كلينز. ما احنا قلنا يعني ايه فري كلينز؟ يبقى برشه بتبقى 2 زي 3 معاه بروتينوريا اند اور ايه؟ اند اورجن ده. فانا لقيت البلاد بريشر اكتر 140 90 زائد 3 ما كانش موجود قبل الحمل، مش موجود قبل 20 اسبوع، وفي بروتينوريا بقت بري كلينز. ابتدى اشوف فيها اند اورجن دامج ولا ما انا قلت لك الكلمه الصح اسمها سيفير اند اورجن دامج. ليه؟ رجعت لي باللابوراتوري انفستيجيشن لقيت اليوريك اسيد عالي سيفير، مش مهم. لقيت الليفر فانكشن، هو المفروض الايه اللي تيجي من ايه ستيب وكده 40 حدود 40، لقيتهم بقى 50 56. يعني ليه ذان دبل الهرم؟ مفيش حاجه، كل ده مش سيفير اند اورجان ده، خلاص. يبقى العينه دي يعني هتسميها ايه بقى يا محمد يا عبد العليم بقى؟ مايلد بري اكلامزي. ايه الشروط عشان تشخص مايلد بري اكلامزي يا محمد يا عبد العليم؟ عد معايا بابا، عد معايا. بلاد بريشر اكتر من او يساوي 140 على 90، ها كمل، 2 زائد 3 ادي ما فيهاش خلاف دي، بس بشرط يبقى اقل من 160 على 110. اكتر من 140 90 بس اقل من كام؟ 160 على 110. حلو قوي. وبعدين زائد بروتونوريا صح ناقص سيفير اند اورجان دامج. كويس يا دكتور؟ معلش حاسين ان احنا دايمين دلوقتي دقيقة واحدة. هو المثل بيقول لك وبضدها تتميز الاشياء. ما انا لو قلت لك يعني ايه سيفير بري كلامزي هحل لك القضيه. مين يعرف يقول لي يعني ايه سيفير بري كلامزي؟ يا اولاد اللعيبه، يا اولاد اللعيبه. بلاد بريشر اكتر من او يساوي، ها بس كده، في 2 زائد 3. نركز. اول حاجه في الكرايتيريا اوف سيفيريتي، بلاد بريشر اكتر من او يساوي 160 على 110 متسكب مره كتاكيه مرتين. ما كانش موجود قبل الحمل، ما كانش موجود قبل. حلوه. بالمناسبه هخرج بس فاصل اعلاني ثانيه وارجع تاني. الفاصل الاعلاني بيقول ايه؟ لو قست الضغط العيانه لقيته 160 110 مره واحده تبقى هايبر تنسيف، بس بحتاج اقيسه مرتين عشان اتاكد انه سيفير هايبرتنشن. يعني ايه؟ الاعاده غالبا بتنقص 10 15 ملم مركري بالكثير. يعني ال 160 110 دول لما يقلوا هيبقوا 150 100. فاهمين قصدي ولا لا؟ ليه بتقول كده؟ ساعات هتقروا كده في كتب يقول لك ايه؟ يقول لك هايبرتنشن دايجنوز ذا باي بلاد بريشر اكتر 140 90 متقاس مرتين او اكتر 160 110 متقاس مره واحده. هنا انا بشخص هايبرتنشن مش سيفير هايبرتنشن. انما عشان اشخص سيفير هايبرتنشن لازم يديني قرايتين فوق. فهمتوا قصدي ولا لسه مش واضحه؟ هقول اخر مره. يبقى كيف تشخص هايبرتنشن بشكل عام؟ لما اقيس الضغط الاقي 140 90 اعيده تاني عشان اتاكد ان انا عندي هايبرتنشن. طب لقيته 160 فوق ال 160 110 انا عرفت ان هايبرتنسيف، بس بعيده تاني عشان اشوفه سيفير هايبرتنشن ولا لا. واضحه؟ يبقى اول حاجه تقول انها سيفير هي ايه؟ طب تعالوا نكمل التعريف.
عشان اقول ان دي سيفير بري اكلامزيا بلس اور ماينس برودونوريا. يعني البرودونوريا از نوت ا كاركتر من السيفيريتي مهما زادت. زمان قبل 2013 كان يقول لك كل ما البرودونوريا تزيد كل ما السيفيريتي تزيد. لو نفسهم بياخدوا اكشنز على البرودونوريا وفي الاخر عادي تبقى فله. فقالوا لا سيبك من البرودونوريا دي موجوده مش مهمه فرقه معايا. امال قالوا له ايه اللي يفرق معاك وده المهم يا اولاد اللعيب سيفير اند اورجان دامج. فقالوا له اقع عرف لنا ما احنا اتفقنا بقى. انتم ملاحظين اهم حاجه انا مهتم بيها ايه في الدرس ده؟ التعريفات. اي شود ديفاين كل حاجه عشان افرق الناس من بعض. قال له لا مؤاخذه في كلمه عرف السيفير اند اورجان ده. قلت لهم اعرف عادي يعني. اولا لو بليتلت كاونت. قولوا لي كده لو بليتلت كاونت من كام لكام؟ سوري بليتلت كاونت من كام لكام؟ 150,000 400,000 كويس؟ طب لو بقى 120,000 130,000 ده في المايند بري اكلامزيا. قول لي ان دي سيفير بري اكلامزيا لو لو بليتلت كاونت ده اقل من 100,000. ودي دي رقم اثنين. رقم اثنين في ايه؟ في الكرايتيريا اوف سيفيريتي. رقم واحد في الكرايتيريا اوف سيفيريتي بلاد بريشر اكتر من 140 على 90 2 100,000. في تنجبرني دي اي كلام. دي مش من ضمن الكرايتيريا اوف سيفيريتي وان كان بعض الكتب تكتبها بس عندنا مش تلاقي. خلاص؟ طيب احنا قلنا سيرم كريات عالي صح؟ بس عالي كام؟ انا قلت لك مش هسميه من الكرايتيريا اوف سيفيريتي الا لو بقى اكتر من 1.1. ودي دي رقم كام يا اولاد؟ سلاخه. ادي دي رقم سلاخه. اول كاركتر من سيفيريتي بلاد بريشر اكتر من 100. 2 لو بليتلت كاونت اقل من 100,000. 3 سيرم كرياتين اكتر من 1.1. 4 الليفيتد ليفر فانكشن تست. كنا لسه بنقول ايه 50 60 70 مش معانا. امال امتى تبقى معانا؟ لو اكتر من الدبل او معاها ايبيجاستريك او رايت كوادرنت بين. ودي دي رقم كام يا اولاد؟ 4. عينين فوق الدايافرام انت سيفير. عشان كده انا كنت حاطط خط احمر. فاكرين لما وقف وقال لهم ايه الدايافرام خط احمر؟ فاكرين؟ ما عرفوش بقى يعدوا. طيب مهم. 5 بالمونري إديما. 6 سي ان اس واي. لذلك لما جيلي عيانه البلو بريشر بتاعها اعلى من 140 على 90 في 2 زائد 3 بس اقل من 160 110 فيها بروتونوريا بس ما فيهاش ولا واحده من السته يبقى دي اسمها ايه؟ مايكرو ليفر. حتى لو الليفر فانكشن بتاعها 50 ايوه. حتى لو البليتس بتاعتها 120 ايوه. حتى لو اليوريك اسيد عندها عالي ايوه. لانه الكرايتيريا بتاعت السيفير بري اكلامزيا سته تحفظهم زي اسمه. يعني لو رحت الامتحان وقال لك اسمك يا حبيبي ايه؟ طب عادي كمل الامتحان. الكرايتيريا بتاعت سيفير بري اكلامزيا يا حبيبي لا مش فاكرها يا دكتور. اتفضل يا دكتور شكرا صفر. ولا واحده تتنسي الست. طب نقول لهم سوا بقى قولوا له الست رقم واحد ايه؟ أكتر نفسي من أسرع مرة ده. واحد. اثنين. لو بليتلت كاونت أقل من 100,000. الرقم. ثلاثة. أكتر من 1.1 ما فيهاش هزار. الليفر تعرف إنها زعلت إزاي لما الليفر إنزايم تبقى دبل النورمال أو فيها إيبيجاستريك بين. طيب. نطلع بقى فوق. طب يا دكتور انت ما حطيتش الهارت فيلير معانا ليه؟ هو عدده خلاص. ما الهارت فيلير في بالمونري ايدين. عيده على الفاضي خلاص ما هو بالمونري ايدين خلاص. يبقى الخمسه بالمونري ايدين والسته سي ان اس واي سنتم بكل درجاتها. سهل يا اولاد ولا لا؟ وبالتالي لما تجي لي عامل مالي ضغطها عالي اشوف فيها بروتونوريا بقى اسمها بري اكلامزيا صح؟ بقى اسمها ايه؟ ابتدي ادور الستة كرايتيريا اوف سيفيريتي صح؟ لو ما لقيتش الستة كرايتيريا اوف سيفيريتي تبقى اسمها ايه؟ مايلد.
طب امتى قول عليها سي في؟ لما يبقى فيها كام واحده؟ ايوه اي واحده من السته تبقى اسمها ايه؟ سي في. طيب اتفضلي يا مدام سناء، جابت كوبايه البول لقينا فيها بروتونوريا، الحمد لله على السلامه، حضرتك عندك بري كلامزي، يلا روحي اعملي ايه؟ ليفر فانكشن تيست وكواجيليشن تيست، نفس الانفستيجيشنز اللي احنا قلناها. لقيناها كلها within النورمال او فيها مايلد اليفيشن ما يرقى للكرايتيريا اوف سيفيتي. شخصناها انها مايلد ايه؟ انت هتعملوا فيها ايه يا دكتور؟ لا لا احنا اسفين بقى هنحجزك. انت خلاص ان شاء الله شويه كده تبقي سنين في كلامزي او تشنج وتموت ان شاء الله يعني خلاص بقيت عروسه يعني. يعني دكتور ما ينفعش اتابع في البيت؟ لا لا معلش هينفع الموضوع. فاهمين ولا لا؟ فمعلش هنحجزك. وهنعمل لك اللابوراتوري انفستيجيشنز دي مرتين في الاسبوع، وهنعمل لك الاسسمنت اوف فيتال والبين نون ستريس مرتين والدوبلر مرتين كله والترا ساوند وكله كله كله. وكل يوم الصبح النايب بيعدي عليها يقول لها النايب لما يعدي عليها يقول لها صباح الخير ايه تاني؟ عندك صداع او زغلله او وجع في ام المعده؟ ايوه هنا حبيب وغريب على الامه هيديك وبلينج وفيجن وجاستريك بين. السيمتومز في البري اكلامزيا انديكيتنج السيفيريتي. المايلد بري اكلامزيا از اسيمتوماتيك. ساعات تلاقي اكسيدت الهيديك كده بس يعني، انما هيديك بيرزيستنت هيديك نوت ريسبوندنج للانالجيزيك والجاستريك بين ده ما لاقيهوش غير في مين؟ في السيفير. ما هي الساينز اوف بري اكلامزيا؟ إديمة. الإديمة في منها نوعين يا ولاد، اوكلت واوفرت. يعني ايه اوفرت إديمة؟ يعني اما تبص على رجلها تلاقي إديمة طالعه من الانكل للرجلين للركب، وبعدين تقعد تطلع بقى جرافيتيشنال لغايه لما تيجي في الابدومن. لما تيجي في الابدومن تلاقي منابت الشعر عامله ديمبلز كده يسموها قشره البرتقال بودوراج، وبعدين يطلعوا فوق شويه لغايه ما نوصل لهنا. اي حاجه فوق كده عوق بقى، بالمونر الإديمة، اي إديمة، برين إديمة، كل دي اسمها ايه؟ إديمة، مش كده؟ طب يعني ايه اوكلت إديمة؟ الإديمة اللي في الاورجنز. الإديمة اللي في الاورجنز دي ممكن ما تشوفهاش. متعرفه ازاي؟ فاكرين لما كنا بنقيس الوزن؟ لما تجيلي عيانه الاقيها زايده 3 كيلو في الاسبوع، اول حاجه اعملها لها ايه؟ اسال الضغط. ليه؟ اسال الضغط ليه؟ عشان اتاكد هي بريجنسي ولا لا؟ هي بريجنسي دي ولا لا؟ طب لقيت ضغطها نورمال، ايه الديفرنشال دايجنوزس؟ محشي. الديفرنشال دايجنوزس بريجنسي او عامل ايه؟ سكريننج اوف دايابيتس. فاهمين حاجه ولا لا؟ لما تلاقي عيانه زايده 3 كيلو في الاسبوع كويس؟ اول حاجه تعملها ايه؟ اسال الضغط. هتطلع ايه؟ بريكلام. ما طلعتش الديفرنشال دايجنوزس محشي. سكريننج فور دايابيتس. سهله؟ عرفت يعني ايه قديمه اوفر توك؟ طب احنا عرفنا يعني ايه هايبرتنشن، وعرفنا يعني ايه بروتونوريا، صح؟ طب عرفنا الانفستيجيشنز بتاعه البري اكلامزيا اللي مكتوب لازق. اللي تحت الديافرام روتين، اللي فوق الديافرام لما يكون في سيمتوم وساين سجست. ساعات وانت بتعمل انفستيجيشن يطلع لك مصيبه اسمها هيموليسيس وإليفيتد ليفر انزيمز ولو بليتلت كاونت. هيموليسيس إليفيتد ليفر انزيمز ولو بليتلت كاونت معناها ايه بقى؟ معناها ان البلاسينتا في كل حته عمال يجيب اجوال. خلاص الاندوثيليال دامج بقى سيفير، المايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا، معنى كده ان انت وصلت للاطراف، الليفر الفاينال اورجان ده اتضرب، ولذلك يقول لك هيلب سندروم. هيلب مين؟ فهيلب دي مين؟ لربنا، مفيش حد بيفك المرض ده غير ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى، زي ما هنشوف كمان شويه. طيب حبايبي الحلوين، عرفتوا الجستيشن هايبرتنشن صح؟ طيب العين المايلد بري اكلامزيا، سالناها عندك هيديك وبلينج وفيجن وجاستريك بين ولا لا؟
سألناها شفنا الإديمة والبروتونوريا والهايبرتنشن، بعتنا لها الانفستيجيشن طلعت مايلد بري إكلامزيا، حجزناها في المستشفى، قعدنا نعيد الحاجات دي مرتين، وكل يوم الصبح نسألها على هيدك والبرينج وفيجن اللي بجاستريك بي، نقيس الضغط، نعمل لها لابس مرتين، كل ده بدور على الكريتيريا اوف 7. ما حصلش، وصلت 37 ايه اسبوع، رحنا عاملين ايه اندكشن اوف ليبر، راحت ايه ولدت. هل الموضوع خلص كده؟ بقت اما فاضل الثالثه فاكرينها؟ جت بعد 12 اسبوع لقينا مفيش لا بروتونوريا ولا اديمه ولا هايبرتنشن، والليفر الراجل اللي كان عليه سيكا ده بقى نورمال، تبقى ايه ماي فاينل دايجنوزس مايلد بريكلاس. جينا بعد 12 اسبوع لقينا الضغط لسه عالي، ولقينا لسه في بروتونوريا. ايه ده بقى؟ رينال نفروتك نفريتك اوعدك. الله، ما هي كده العيانه دي جالها نفروتك نفريتك اوعدك وهي حامل. طبعا عارف السؤال، زنقت عشان نخلص، ما احنا حازمين الموضوع ده. يعني هي زنقت ان العيانه دي وهي 34 اسبوع يجيلها نفروتك نفريتك اوعدك. ايوه. بس احنا ساعتها كان عندنا وسيله ولا نفرق بين الاثنين؟ لا للاسف. ان شاء الله احنا مستنيينكم، شايف في عيونكم يعني بص ذكاء، ومش هقول بص كده، فانتوا بقى لما تكبروا هتقولوا لنا ازاي نفرق بين الاثنين. خلاص، بس احنا عجزه كدع كس عكس، فاحنا لغايه دلوقتي بنكتب تشخيص مبدئي ان العيان دي كانت مايلد ايه بريكلامسي. بعد 12 اسبوع بوست بارتم بنبروف انها فعلا مايلد بريكلامسيا ولا هي نفروتك نفريتك او عينك، وجالها صدفه ان جالها نفروتك سندروم او نفريتك سندروم، وهي ايه ويعني. عرفتوا حدوته سنه الاثنين؟ نروح للحدوته الاخيره بقى، الاثنين التحتانيين على بعض، لان انا مش عايزك تفرق بين السيفير بري اكلامزيا والاكلامزيا. الحقيقه ان الكتب بتفرق، محمد عبد العليم ده بيفرق. السيفير بري اكلامزيا والاكلامزيا مرض واحد. الفرق ان الفيتس دي بتزود الفيتال والماتيرنال المورتاليتي شويه، ولكن الاكلامزيا هي قمه سيفير بري اكلامزيا. ما الإكلامسيا هي قمة سيدي. امشي معايا بقى، هتبقوا قاعدين في الاستقبال في امان الله، كويس؟ هتلاقي عيانه تلتين كده حلوه، عروسه يعني، خلاص؟ وصمره ولابسه طرحه صمره وجعبايه صمره ضيقه من فوق واسعه من تحت كده، فيها تلتر من الكبت، والتطريحة الصبرة اللي هي لابسها دي وصل لغاية نص راسها كده، وفي هنا مشيت بصر. دي الكريتيريا بتاعت العيان. وبعدين ليه الطرحة وصلة لهنا؟ الأوكسيبيتال هيدك مخليها ماسكة كده كل طول الوقت، فاهمين ولا لا؟ فهتلاقي الطرحة، ما هو أصل إيه؟ هما بيبعتوا لي العيان يقول لك دكتور شفنا عين البهتين، هي بتبقى من البهتين برضه غالبا، مش عارف ليه. واضح إن ده إنديميك هناك أو حاجة، إنما من خلاص؟ فيبتدي العيانة ايه؟ تقول لك خير حالة ولادة، جاية بتشخيص بالمانجمنت كل حاجة. خلاص؟ ليه يا فندم حالة ولادة؟ حضرتك جبت الفيديو ولا حاجة؟ لا، أصل أنا رحت للدكتورة عندنا في بهتين، خلاص عليك اتفضل ما تقوليش. رحت للدكتورة عندنا في بهتين وقالت لي يجي أولد قيصري عشان عندي تسمسم حمش. قيصري بالكامل بقى مع تسمسم حمل، ده بوتنشال مورتاليتي يعني، واخد بالك؟ يعني الاثنين مهم. ف تبص ليه؟ اتفضل حاضر يا دكتور. اقف فين يا دكتور؟ انت مش عارف تغمز لي؟ في قياس عادي يا دكتور، بتتحمر شويه كده، ايه عايزه فارس البرتقالات ولا نعمل ايه؟ ما عليك، فتقوم ايه؟ بتتحمر شويه. اتاري دي تويتشز، اسمها ايه؟ اسمها برودروما. اسمها ايه؟ برودروما.
دي اللي هي قمة سيفير بريكلامسي. قلت لك يعني ايه كلامسي؟ يعني قمة السيفير بريكلامسي الهيريك والبلينج اوف فيجن والتويتشنج والعيانة الدراوزي دي، ده معناها ان البرين بيروح حضرتك. اتفضل يا هان. بهدوء شديد نقيس الضغط 490 على 580. تعرفين شرايط اليورين لما يبقى نايم يبقى اصفر، اخضر فاتح بلس 1، متوسط بلس 2، اخضر غامق بلس 3. دي بقى تحط تلاقيه مش اخضر، تلاقيه زرع من البروتين. خلاص. وبعدين عايز اعرف يا ولاد بس السي ان اس اخباره ايه؟ عايز اشوف التندون جيرك. تعرفين التندون جيرك ده بيتعمل بالمطرش بالمطرقه، بتعمل لها كده بس اكسجريتد ريفلكس. المنظر ده كله معناه ايه؟ ان السي ان اس ده على هسه، على هسه. لذلك اول حاجه والطهر منظر اجواء رومانسيه. وبعدين روح يا جيمي اكلي 5 جرام مغنيسيوم صلفيت. دي اول حاجه. ايه ال 5 جرام مغنيسيوم صلفيت؟ مغنيسيوم صلفيت كالسيوم انتيدوت، صح؟ كالسيوم ايه؟ ايه اهميه المغنيسيوم صلفيت ككالسيوم انتيدوت؟ طب بص، السي ان اس عشان يوصل ما بينه وبين بعضه محتاج كالسيوم، وعشان الاشارات تطلع من السي ان اس توصل النيورونز ببعضها محتاجه كالسيوم. طب وبعدين النيرف عشان توصل للمصل محتاجه كالسيوم، والمصل عشان تكونتراكت محتاجه كالسيوم، والمغنيسيوم كالسيوم انتيدوت. يبقى ده ايه بقى؟ جايبها من تحت قوي او من فوق قوي، صح ولا لا؟ كزحه ومساحه، يعني من اول هنا لغايه الاخر خالص، اللي هو موصل سنترال وشغال ايه بريفر وفي النص. فقلت الواد جيمي هات لنا 5 جرام مغنيسيوم صلفيت يا عم جيمي عشان يديني العينه دي في ريسكول. فالواد جيمي ايه؟ راح للحكيمه قال لها يا ميس هات لنا 5 جرام مغنيسيوم صلفيت. فالحكيمه ما تفكرش. فالواد جيمي بقى يعني ما ياكلش معاك كلام بظهر ايده وعلى خلقته. مش قلت لك هاتي مغنيسيوم صلفيت؟ وفجأة العيانة بتاعت بهدين ديت بقت كوبري بهدين. ايه الكاريكتيريا بتاعت كوبري بهدين؟ انه كيرفت ولونه ازرق. بالظبط، بقت كوبري بهدين رسمي. بقت كيرفت ولونه ازرق. ده اسمه التونيك ستيج. خلي بالك، تعالوا نكتب بس اللي احنا بنقوله. احنا الاول العيانة كانت جايانا ايه؟ في بريموناتري ستيج اللي حضراتكم فاكرينه في البريمونفالجن ستيج اللي كان فيها هيدك وكان دراوزي وكان فيها تويتشنج في المصل بتاعت الفيس. وبعدين قامت داخله في البونيك ستيج. عملت ايه في البونيك ستيج؟ إيبيثستونوس سيانوسس. عيني بهدين بقت كوبري بهدين. يعني إيه إيبيثستونوس؟ أرش الباك، أرش الباك كده. يعني إيه سيانوسس؟ زرق. طب زرق ليه؟ عشان الريسبيراتوري ماسل واقفة. عشان الريسبيراتوري ماسل إيه؟ واقفة. يعني إيش دعوة بالبلمونري إيدينا والكلام ده؟ بس عشان الريسبيراتوري ماسل إيه؟ واقفة. وبعدين فجأة راح تب 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 طالعة من الطونيك على الكرونيك. طيب ايه بقى حكاية الكرونيك ستيج دي؟ كونفرجنس كونفرجنس برايمري حلاوة. وابتدت تعمل اللي ما عملتوش من سنين، تعض الفم، وساعتها ممكن يحصل لها سباريش وتقع من على السرير وعظمها يكسر، وتعمل بره البوتي يجيلها ستور ويورين انكونتنس. يبقى في التونيك ستيج في ايه؟ بايتنج ذا تانج واسبيريشن، مش كده؟ ف
falling from bed وفراكشر بون وكمان وستول ويرن ايه انكونتنس. وفجاه يبقى الاول كان فيه ايه بريموناتري وبعدين ايه تونيك وبعدين ايه كرونيك وبعدين سكتت بقى خالص دخلت في كوما. ايه سبب الكوما دي يا ولاد؟ اسيدوزس. والسؤال الاسيدوزس هنا ريسبيراتوري ولا ميتابوليك؟ الاثنين. برافو عليك. ريسبيراتوري لان الريسبيريشن واقف بقى له حبه، وميتابوليك لانه المسل كونتراكشن استهلكت كل حاجه وعملت انيروبيك ميتابوليزم. كويس. وبعدين من هذه الكوما يا اصدقائي العيانه بقى تاخد سكه من ثلاثه. عارفين جدتي زمان كانت تقول لك ايه؟ سكه السلامه، ها حد يعرف؟ وسكه الندامه شاطر، والسكه الثالثه اسمها ايه؟ سكه اللي يروح ما يرجعش. برافو عليك. ما بقيتوش تعرفوا انتوا الحاجات دي، اسمعوا ويجرز. سكه اللي يروح ايه ما يرجعش، ميكي ويجرز. طيب ايه سكه السلامه وسكه الندامه وسكه اللي يروح ما يرجعش؟ سكة السلامة ان يحصل لها ريكفري من الكوما. طيب سكة الندامة ان تخش من الكوما، سوري تخش بقى من الكوما فت في كوما فت في كوما فت في كوما فت. دي اسمها ايه دي؟ ستيتس؟ لا اكلابس. لسه بتنغروا. ببقى مبسوط فيكم قوي اول ما امي شلح. طيب ستيتس ايه يا له؟ اكلابتكس يا له. ودي ايكليبس يا له. دي اسمها ستيتس ايه؟ اكلابتكس. طب سكه اللي يروح ما يرجعش ايه؟ خلاص طباعي ده. يبقى اذا تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ عيان على فكره انا كده شرحت لكم منظر عينه السيفير بري كلامزي وعند الاكلامزي لان هما حاجه واحده. العينه السيفير بري كلامزي اللي كان عندها هيدك وبرينج وفيجن وجاستريك بين، طبعا لو بعت لها لابس هتلاقي فيها كراتينيا السكتة. احنا ما لحقناش. الواد جيمي راح طلعها على البقعه بتاعته، لقيت الود راحت مننا على طول وراحت داخله في ايه. طب انا بديك احساس ايه يا ولد؟ بديك احساس ان السيفير بري الاكلامزي هي قمه وليس مرض مختلف. ليه؟ هقول لك. طب وبعدين دلوقتي العيان شنجت جالها تونيك وبعدين كرونيك وبعدين دخلت في ايه؟ في كوما، صح؟ وبعدين بعد شويه انا فين يا دكتور؟ في المستشفى. عملت القيصري بالكاف برضه وقت نفسها وتموت. لا لسه فندم ما عملناش القيصري ولا حاجه. ليه يا دكتور؟ عشان حضرتك كان عندك اسيدوزس. احنا ما وقفناش، اكمل كاني ماشي عادي صح؟ اشحن دي على طول. ها ولان حضرتك عندك اسيدوزس ما عرفناش نعمل لك قيصري. قالت لي ليه؟ انتوا عارفين يعني ايه اعمل قيصري؟ يعني محتاجين نديها بنج. تقول لي ليه يا دكتور؟ ما هي كوماتوز. طب لما تصحى في نص العمليه قصدي فيها. هو انتوا فاكرين ان انا بخترع الحاجات المتخلفه دي؟ انا لا يمكن اوصل للمرحله دي. دي كلها عباره عن ايه يا اولاد؟ جلايوسس في دماغي. يعني انا لا يمكن اقول جمله زي دي، بس ايه؟ انا باخد احتياطي اهو برضه لما اقولها انا احسن لما يجي لي الشوجر، الشوجر يعلى عندي لما تقولها انت، فانا اقولها واخلص. خلاص؟ فالمهم لازم نديها بنك. عشان نديها بنك، يعني ايه نديها بنك؟ يعني نديها دواء يريلاكس كل المصل. يا سلام، دي حاجه حلوه قوي يا دكتور. لما اديها دواء ريلاكس المصل كلها ونايمها وبعدين اركب الانبوبه. من لحظه لما المصل تقف لغايه لما الانبوبه تركب العيان دي فيهاش اكسجين. يبقى لازم يبقى عندها اكسجين ايه؟ ريزيرف. يبقى انا لازم قبل ما انيمك الراجل يقيس لك الساتوريشن، الساتوريشن بتاعك 100%. يبتدي يديك البنج، الساتوريشن بتاعك يقعد ينزل بقى.
95 96 90 وبعدين يكون ركب الانبوبه يعلى ثاني 100%. طب لو انت عندك اسيدوزس والساتوريشن اصلا بتاع العيانه دي 80 ولا 85، اول لما يلدي البنك بقى الساتوريشن ده 70، عيانه برين دامج مات. فاهمين قصدي ولا لا؟ يبقى اذا انا ما اقدرش ادي بنج العيانه ايه كوماتوز فيها سيفير ايه اسيدوزس الا لما تفوق كده وريكفري. فانا ساعات اقول لهم حركه صايعه، اجي للنايم كده يقول لي عندنا عينه اكلامس يا ابني تعال شوف، تروح شوف، يقول لي هنعمل ايه؟ اقول له ان شاء الله نعملها قيصريه لما تفوق، بس حط فيها قرص بروستك جنب وما تقوليش ها، اوعى تقول لي مش عايز اعرف. فيروح يحط فيها قرص بروستك بعد اربع ساعات يجوا بتوع التحضير، العيانه فاقت يا جماعه وبقت كويسه ننزلها لكم. طب استنى لما نطلع نشوفها كده. فالحصه ليها 5-6 سم. الله اكبر الله اكبر، الست دي مبروكه الحمد لله، ان شاء الله تولد الطبيعه عليها الحمد لله رب العالمين، ب 5 سم اهي الحمد لله جالها الطب. الله اكبر. هم عاملين ربشه فامرين مركبين اوكسيتوسن ساعتين زمن، لا انا ولدت. اذا الاكلامسيا وطن ابسوليت انديكيشن فور سيزارين سكشن، بس ما نحبش نطول الاكلامسيا ديليفري انترفيل. طب انا جيت بقى لما طلعوني لقيت العينه لسه السيرفكس بتاعها عامل زي الخياره ناشف وطويل كده وقافش وغامض وغامض، وبص الاقي قرص البروستاجلاند اللي حاطه دايب المعفن موجود زي ما هو، ما دابش عشان هو ما بلوش، انا المفروض تبله كده عشان هم واخدوا حطوا له بقى هو يجي له كونتراكشن كده ويقول لي جاي واخد بالك. فالإكلامسيا اتس نوت ان ابسوليوت انديكيتور. خلي بالك انا هكتب المانجمنت بالتفصيل بعد الفصل. امال انا بعمل ايه؟ بحكي الستوري وبحط فلاشز على الحاجات اللي بتوقفنا في فهم المانجمنت. فاهمين ولا لا؟ وبعدين نرجع نقول تاني، يبقى اذا الاكلامسيا سموتها من ابسوليت نيجيشن فور ايه؟ سيزيريان سكشن. ادي اول معلومه. تاني معلومه، ما بنديش بنك في عيان اسيداتك. تالت معلومه، نقصر الاكلامسيا ديليفري ايه؟ انترفي. فالمهم دي سكه السلامه. امال ايه سكه الندامه بقى؟ ستيتس ايه؟ اكلامسيا. يعني أنا عندي من فت الفت 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 نعمل إيه ساعتها؟ جيني معاه بتاع المغنيسيوم صلفيت، بس المشكلة إن بتاع المغنيسيوم صلفيت دول 5 جرام بنديهم في تلت ساعة، عبال ما العيانة يجي لها ستيتس تلت ساعة عبال ما ندي المغنيسيوم صلفيت يسبقني بقى جيني على عمر مكرم يجيب بقى القهوة وال ويجيب الناس والفراشه والحاجات دي ونروح ناخد العزه هناك على طول. مفيش عيانه تستحمل تلت ساعه فيتس يا ولاد، صح ولا لا؟ طب نعمل ايه بقى ساعتها؟ نقوم جايبين فاليوم امضايا زباله، بس ده تلاقي مكتوب جنبه ايه؟ سنجل تايم بيس. يعني ايه سنجل تايم بيس؟ يعني يتاخد يابورت الستيتس دي الفت الطويله دي، وبعدين مين ال تريتمنت اوف تشويس؟ هو المغنيسيوم صلفيت، بس المغنيسيوم صلفيت دايما بروفيلاكتيك من الفت الجايه. بندي للعيانين السيفير بري اكلامسيا عشان ما يبقوش اكلامسيا، وبندي للعيانين الاكلامسيا عشان ما يجيلهمش انذر فت. انما لما يكون عندي فت طويله ادي دواء اسمه ايه بقى؟ اسمه فاليوم او دايازيبام، علشان توبورتيز. فيها بقى حاجات ثانيه بنتوسام صوديوم انترافال حاجات دي، انما هما دول الدوائين الاهم كاسماء اللي هما ايه؟ المغنيسيوم صلفيت وايه؟ وال ودايزيبام. حلو. سكه الروح ما رجعش بقى انها ايه؟ تموت وتتنمي. كويس كده؟ فهمتوا يعني ايه مايل بري كلامزي؟ سوري، فهمتوا يعني ايه ستيشن هايبر تنشن؟ فهمتوا يعني ايه مايل بري كلامزي؟ عرفتوا تشخصوا؟ عرفتوا ازاي تشخصوا سيفير بري كلامزي؟ عرفتوا ازاي تشخصوا اكلامزي؟ طب بصوا، لما نيجي بقى نتكلم على المانجمنت، نكتب رؤوس مواضيع. رؤوس المواضيع بتقول ايه؟
ان انا هحط خط من هنا يا اولاد اسمعوني لو سمحت. شايفين الخط ده؟ بس انا الاول عايز عشان ايه الناس اللي بقت دماغها مرتبه بقى دلوقتي. هل احنا اتكلمنا على الديفينيشن بتاع البريجننسي انديوس هايبرتنشن 100% صح؟ طيب هل اتكلمنا على الديفينيشن بتاع الجستيشنال هايبرتنشن بتاع البري كلامزيا بتاع المايلد بري كلامزيا بتاع السيفير بري كلامزيا بتاع الاكلامزيا؟ كل الديفينيشنز واضحه صح؟ طيب رقم 2، هل اتكلمنا على الانسيدنس 15% دي الانسيدنس بتاع البري كلامزيا اللي هي الاهم في الثلاثه؟ هل اتكلمنا على الاتيولوجي والريسك فاكتور بتوع الناس دول بالتفصيل؟ وفهمنا الباثوجينيسيس ايه الحاجات اللي بتعمل بلاسينتا الاسكيميا وازاي بلاسينتا الاسكيميا بتعمل اربع حاجات كل واحد بيساعد اللي قبله؟ هل اتكلمنا على الكومبليكيشنز؟ احنا كده خمسه. هل اتكلمنا على الكومبليكيشنز بتاعت البري اكلامزيا والاكلامزيا؟ طب احنا اتكلمنا على بتاع البري اكلامزيا، ايه الكومبليكيشن بقى بتاع الاكلامزيا؟ دول برضو ما احنا اتفقنا ايه؟ انه الاكلامزيا هي قمه مين؟ فانا هلاقي فيها ليفر ومش عارف ايه زائد كومبليكيشنز اوف فيتس. واحنا قلنا ان الفيتس هتزود الماتيرنال مورتاليتي والفيتال ايه؟ طيب ليه بتزود الماتيرنال مورتاليتي؟ اسفيكسيا هايبر بايركسيا فراكشر اوف بون. نبي عشان خاطري مكتوب جنبها ايه؟ كم جنب كلمه كومبليكيشن في اي 20 كتاب عندك؟ سيفير بري اكلامزيا زائد كومبليكيشنز اوف فيتس. ليه بتقول كده يا دكتور؟ عشان يجي لي كيس اكلامزيا في الامتحان ويقول لي انيوميريتنج كومبليكيشن. اسفيكسيا هايبر بايركسيا فراكشر اوف بون وعارف يا حبيبي دي اسمها كومبليكيشن اوف فيتس، دي واحده دي واحده يعني انت ممكن ما تكتبهاش اصلا، يعني لو ما كتبتهاش ما يجراش حاجه. انما ما ينفعش ما تقولوش ان في هارت فيلير وبالمونري ايديما. فاهمين ولا لا؟ فاهمين ولا لا؟ انما ايه انتوا متعودين تعملوا ايه؟ تستدعوا الصفحه، فالصفحه فيها ايه؟ اسفيكسيا هايبر بايركسيا فراكشر اوف بون. يا هبل اس كلمه دي رايحه من دماغك اس سيفير. يبقى الاصل ان انا اتكلم على المالتي اورجان فيلير بتاع سيفير بري كلامزيا. امال اسفيكسيا ليه يحصل اسفيكسيا؟ دي كومبليكيشن اوف فيت عشان الريسبيراتوري ماسل واقف، او عشان حصل اسبيريشن، عشان ايه اسبيريشن او الفنج بلعت لسانها كل الكلام ده. ليه يحصل هايبر بايركسيا؟ مجهود عنيف. ساعات الهايبر بايركسيا دي بتبقى سيفير فيفر 39-40، تحط كمادات تدي مسكنات عفريت ازرق مفيش. هنا تعرف العيان دي ماتت ليه؟ لان ده معناه ان في كونتاين هيموريج حصل في الهيت ريجليتنج سنتر. فهايبر بايركسيا متوقعه بس فيفر فوق ال 39 ده معناه كونتاين هيموريج، وده من البور بروجنوستيك كريتيريا اللي هي بتقول ان العيان دي فيها بوتنشال ايه؟ مورتال. ايه كمان؟ اسفيكسيا هايبر فراكشر اوف بون قلنا ليه؟ قلنا ليه صح؟ ايه الفرق بين المانجمنت هنا وهنا بقى؟ ايه الفرق بين هنا وهنا؟ هنا يا كتاكيت ببص على الاربع حاجات اللي هما الجستيشنال ايج والماتيرنال كونديشن، ان مفيش كريتيريا اوف سيفيريتي، والفيتال كونديشن وان العيانه نوت ان ليبر صح؟ لو لقيت الاربعه اوكي كونزرف، لو لقيت واحد من الاربعه مش اوكي اعمل ايه؟ طب نقول كمان مره دلوقتي عيانه
مايد بريكلامس او جيستيشنال هايبرتنشن. اول حاجه اتاكد ان هي احنا قلنا هنعمل ديفينيشن لايه الجيستيشنال ايج. لقيت الجيستيشنال ايج اقل من 37 اسبوع كويس. بصيت على الماتيرنال كونديشن، دورت على الكرايتيريا اوف سيفيريتي السته ان مفيش بلاد بريشر فاتور تاني عشان بس احب انا بلاد بريشر ايه اقل من 110 والبليتلتس اكتر من 100000 سيرم كريان اقل من 1.1 الليفر فانكشن اقل من دبل النور ايه مفيش اي بي جاستريك بين مفيش فيليك ولا بلينج اوبشن ولا سي ان اس خلاص. طيب الفيتال كونديشن مفيش فيتال ستريس فيتال جسر كونديشن ما فيش كونديشن ولا سلايد. الماتيرنال كونديشن سوري العيانه ممكن ليه لما الاربع شروط دول يجتمعوا اي ويل ايه كونزر لما واحد منهم وبخل على بقى فول اب بولدها لما توصل 37 اسبوع لما يبقى فيها حاجه من الكرايتيريا او سيفيريتي لما الفيتال كونديشن يبقى فيه مشكله لما تبقى ايه اللي حلو كده ده المانجمنت بتاع الناس اللي فوق. طب ايه المانجمنت بتاع الناس اللي تحت؟ يقول له ليه يقول له ليه تحت السح الدحمبوه شيل الواد من البطن ادي الواد لابوه او للحضان مش فارق على فكره السح الدحمبوه شيل الواد من البطن ادي الواد لابوه ملهاش حل. اول حاجه السح بالمناسبه هوسبيتاليزيشن صح. اتنين الدح انتي كونفالز مش كده اللي هو مين او مين او ايه الدايزنام. طب تلاته انتي هايبر تنسف. واحد يقول لي يا كابتن لطيف مش انت قلت ان ده كونتروفيرشن؟ لا كونتروفيرشن فوق انما تحت دي عينين مش فيهم هايبر تنسف فيهم سيفير هايبر تنسف تشوف بيه كنترول عشان ما يجيلهمش انتراكريانيال هيموريدج. طب نديهم ايه؟ قال لك ليس لهن الا لهن لبيتا لون الفا وبيتا بلوكر انتروفينس بمنتهى القوه والعنف هيدرالازين فيري بوتنت انتي هايبرتنسف انتروفينس نيفيدبين او نيتريت. بس بقى حاجه واحد يقول لي ايوه ما تخليه واحد بس. طب معلش يا ناس ليه شركات الادويه بتتنافس في انها تعمل انتي بيوتكس مختلفه وانتي هايبرتنسف مختلفه وانتي دايابيتكس مختلفه لان مش كل الناس بترسبوند لنفس الادويه بنفس الطريقه صح؟ فيبقى لازم لما تيجي تعالج اي مرض يبقى عندك تشويسز. لما ما يبقاش فيه ريسبونس لده جرب ده ما يبقاش فيه ريسبونس ده لغايه لما توصل للكنترول اللي انت عايزه. Then termination of المود فاجينال دليفري ولا سيزاريان الاثنين. احنا قلنا ايه؟ ان السيفير بري كلامزيا ولا كلامزيا اتس نوت اي انديكيشن فور سيزاريان سكشن بس احاول اقلل الانترفال بتاع الايه؟ الولاده. على راي انور السادات يجب ان تضع كما قلت في 6 ساعات. طيب انترا بارتم كنترول اوف كونديشن يعني عيني وهي بتولد انتي هايبرتنسف وانتي ايه؟ كونفالز. كونتينوس فيتال وماتيرنال مونيتور صح ولا لا؟ البوست بارتم اللي جاي ليه؟ جديده اللي هم ايه؟ جدع ايه الثلاثه في ثلاثه؟ جارد اجينس بوست بارتم هيموريج وانيميا وانفكشن وانتي دي وكيلوف نيونيك وايه؟ اخر حاجه هقولها مغنيسيوم صلفيت لمده اللي انا ابتديت. احنا الاول ادينا كنا ادينا لودنج دوز صح؟ اللودنج دوز دي قد ايه؟ 5 جرام في 3 ساعة. انا ما احبش الرنجات اخد العيل بقى وخلاص اقعد اقول 4-5 وربع الفيش 5 جرام في ايه؟ في 3 ساعة. وبعدين العيانه مشيت على 1 جرام بير اور انترافينس انفيوجن 1 جرام بير اور انترافينس ايه؟ وبعدين تنيت مكمل لمدة 48 ساعة بعد الولادة أو from the last fits أيهما أبعد. طيب 48 ساعة
من الدليفري اور لاست فيت ايهما اعلى. انا قلت لك دي اخر كلمه هقولها. يعني ايه فرق دليفري او لاست فيت ايهما اعلى؟ دلوقتي احنا النهارده ايه؟ الحد الساعه كام؟ 4:10 كويس؟ هتنيني نمشي العينه دي على مغنيسيوم صلفيت لغايه يوم 3:14 فروم دليفري. طب العينه دي جالها فين؟ بكره الاثنين الساعه 7 الصبح يبقى صلنا الخميس. بكره الاثنين صلنا الاربعاء. فمين قصدي؟ فواحد يسالني سؤال وجيه، دكتور هو ينفع عيانه جينا فيتس بعد ما تولد؟ مش انت قلت ان البلاسينتا الاسكيميا هي السبب؟ ما البلاسينتا نزلت. العيانه اللي جينا فيتس بعد ما تولد دي دمها كله خمر يا شيخ عثمان. ولذلك ده اسوأ نوع من انواع الاكلامسيا. الاكلامسيا 70% منها انتي بارتم قبل الولادة و 20% انترا بارتم و 10% بس بوست بارتم. اوسخ او اقل برسنت، بس دول اسوأ بروجنوزوس ال 10% اللي جالهم بوست بارتم، لان دول دمهم كله خمرة يا شيخ عثمان. الميتابولايتس مالية جسمهم لدرجة ان مع الولادة ونزول البلازنتا لسه البرين دامج كان مستمر. تقول لي دول اخبارهم ايه؟ ما انا قلت لك انه المرض ده مش مرض الضغط، وان كل الكلام ده مهدوس. العيانه دي انت تبقى حلوه اما تولد والبلاسنتا تروح وتعفن والكيميكال من الليدرس دي تروح من دمها. لذلك علاج البريك علاج كل الاربعه دول الولاده، بس الاثنين اللي فوق عندي متسع ان انا ااجل ولادتهم شويه، الاثنين تحت ما عنديش المتسع عنه. ولكن علاجهم كلهم ايه؟ الولادة، ان انا اشيل البلاسينتا الاسكاليب فاخلي الميتابولايت تروح. مشكلة في العيانة اللي بيجي لها بوست بارتم اكلامسيا ان انا فقدت السلاح اللي انا كنت ناوي عليها بيه اللي هو الولادة. ولذلك الا ان يتولاها الله برحمته وتفوق بعد كده والميتابولايت دي تروح شوية شوية وتخف. الا ان ده اسوأ ايه؟ طيب وانا كده قلت لكم ايه الحاجات اللي تخليني اخاف من الاكلامسيا صح؟ انها تبقى بوست بارتم، يبقى معاهم هاي فيفر صح؟ ان الفيتال داتا يبقى فيها مشكله، ان البلاد بريشر اكتر من 160-110، ان البلس اكتر من 120، ان الحراره اعلى من 38، ان جالها اكتر من 6 فيتس او جالها كوما اكتر من 6 ساعات، دخلت في كوما وطولت في الكوما اكتر من 6 ساعات، او ان جالها بوست بارتم ايه؟ اكلامسيا. دي مش حاجه صريحه بس دي عشان السؤال ده ما تسيبوش عشان عارف انها هتساله في البريك. دكتور هو انتوا ازاي ما لحقتوهاش لما كانت جيستيشنال هايبر تنشن؟ ازاي سبتوها يجي لها اكلامسي؟ انا اسف ما كنتش معاكم، عفر وشي في التراب. العيانه جت لنا في الاستقبال زي ما انا حكيت لك. انا مالي؟ أنا مالي؟ وفي نقطة تانية، أنتوا فاهمين؟ أيوة جدع يا لقط، فاكر الكلمة اللي أنا قلتها من شوية؟ أما قلت لكم دول إيه؟ فور إيه؟ جريدز مش ستيبس، صح ولا لا؟ دي أربع درجات من السيفيريتي، بمعنى ممكن عيانة تنام حلوة تصحى سيفير بري إكلامزيا على ما يجي الليل تكون بقت إكلامزيا، فاهمين؟ ممكن عيانة تقعد جستيشنال هايبرتنشن من أول الحمل لآخر الحمل. ممكن عامل جستيشنال هايبر تنشن تبقى مايلد بشويش وبعدين تبقى سي في. ايوه دول بنشوفهم ولما يوصلوا هنا نولدهم عشان ما يبقوش هنا صح. بس انت ممكن تفاجئ بيها وهي كده، ممكن تفاجئ بيها وهي كده، ممكن تفاجئ بيها وهي ميته، بدليل ان الكومنست كوز اوف ماتيرنال مورتاليتي فين؟ في الديفلوبد كانتريز هي الاكلامسيا. في الدول الايه؟ المتقدمه، في اوروبا وامريكا والحاجات دي. ايوه تعرفين ايه في مصر؟ الهيموريدج. ما هناك بقى عندهم بنك ده مش عارف، انما هناك مين اللي ما عرفوه؟ عشان كده عفر وشي بالتراب، التراب الامريكي.
او اضراب الغروب فاهمين ولا لا؟ كلنا خلاص كده اصدقائي وصديقاتي فاصل ونواصل. ماندو يا ماندو ساعة كم بقى؟ طبعا في ناس بتقول لك مش الدرس خلص كده. بعد الفاصل هنعمل ايه؟ هناخد شوية تفاصيل في العلاج. ماجنيزيوم سلفيت بقى والكوتشيستي ومش عارف ايه وبتاع والانتيهايبرتنسيف الثانية والحاجات. بعد الفاصل هناخد درس اسمه كرونيك هايبرتنشن ودرس اسمه سوبر امبوز ايكلامسيا بقيت الهايبرتنسيف وفي اكيوت فاتي ليفر وانتر هيباتيك كل شغل يعني.